صباح النور. أن نكون معا هذه هي البداية، والبقاء معا هو التقدم، أما العمل معا فهو الاستمرارية والنجاح. صباح النور. صباح النور. صباح النور. صباح النور. البداية كانت في 2017، وها نحن اليوم مستمرون نعمل ونطمح لتقديم المزيد في العام الجديد الذي نتمنى أن يحمل كل الخير للوطن العربي من محيطه إلى خليجه. صباح النور ليكم، وصباح النور للمشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. في جعبتنا الكثير في 2018، إلا أننا سنكتشف فقط ما ستتضمنه حلقة اليوم 2 يناير. نتابع. البداية مع تمارين رياضية مناسبة للمبتدئين في الجسم السليم. أهمية الاعتناء بأسنان الحليب لدى الأطفال في فقرة صحتك. نظرة على أحدث الصيحات في عالم التكنولوجيا في من هنا وهناك. هجرة الأدمغة العربية وأثارها على الاقتصاد في فقرة الاقتصادية. ومن بلجيكا رائد أبو كويك، فنان يرسم الجرافيتي للقدس. البدايات الجديدة وأهمية تحديد الأهداف في فقرة استشارة. أما أطيب الوصفات فطبعا مع الشيف فؤاد في ولا أشهى. ونستهل وكالعادة صباحنا معكم من مطبخ صباح النور ومع الشيف فؤاد. صباح النور شيف. صباح النور أمين، إن شاء الله كل عام وانت بخير. أنت بخير نعادة عزيز. صباح النور. صباح النور طوني. اليوم بدنا نحضر كبة بالصينية، كبة على الطريقة الحلبية أو الشامية. إحنا عاملين دمج بين الحلبية والشامية صراحة. حنقدمها بطريقتين كتير حلوين، كمان طريقة سهلة ومبسطة. كمان رح نحضر سلطة اللي هي سلطة 3 أنواع الجبنة، كمان سلطة كتير مميزة وخفيفة، وهيك لبداية السنة كمان حلوة. أطباق حلوة لبداية السنة. شكرا لك شيف. إذن سنكون بأكثر من محطة معك، وأنتم مشاهدين لا تنسوا أن تتواصلوا معنا من خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر أسفل الشاشة. أما الآن فالبداية مع وقفتنا السياسية الأولى، واليوم مع زميلة رويدة بوعيد ومع الخبر. صباح النور أمين. صباح النور. توني وراوية، نعاد عليكم ونعاد على المشاهدين. صباح النور وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. تتواصل المظاهرات الاحتجاجية في إيران لليلة 6 على التوالي، وقد سقط خلالها قتلى وجرحى وهجمت فيها مراكز للشرطة، في حين قال مسؤول في الداخلية إن السلطات ستتعامل بشكل صارم مع كل أشكال الفوضى. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن 6 أشخاص قتلوا الليلة الماضية في هجوم على مركز للشرطة بمدينة قهدريجان في محافظة أصفهان، حيث قتل أيضا شرطي وأصيب 3 آخرون برصاص مسلح في مدينة نجف أباد. وبذلك يرتفع عدد قتلى المظاهرات التي انطلقت في مدن إيرانية عدة منذ الخميس الماضي إلى 20 قتيلا، وألقت السلطات القبض على مئات الأشخاص منذ بدء الاحتجاجات وفقا لمسؤولين وأنباء متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي. وجهت إسرائيل للطفلة الفلسطينية عهد التميمي اتهامات، منها الاعتداء على جندي إسرائيلي باللكم في وجهه قبل أسبوعين في واقعة جعلت منها بطلة في عيون الفلسطينيين، واعتبرها الإسرائيليون مذلة ومهينة. وتحتجز إسرائيل عهد التميمي منذ القبض عليها بعد 3 أيام من ظهورها في مقطع مصور وهي تلكم جنديا عند مدخل منزلها أسرتها في قرية في الضفة الغربية المحتلة. وحدثت المواجهة بعدما قالت إسرائيل إنه اعتداء بإلقاء الحجارة على قوتها، وقد جعلت الواقعة من عهد رمزا بالنسبة للفلسطينيين. وقال معلق في صحيفتها أرتس الإسرائيلية إن إسرائيل بصدد تحويلها إلى جندارك فلسطينية. ذكر التلفزيون السوري أن رئيس النظام بشار الأسد أصدر مرسوما بتعيين وزراء جدد للدفاع والصناعة والإعلام. وقال التلفزيون أن الأسد عين العماد علي عبد الله أيوب وزيرا للدفاع، ومحمد مازن علي يوسف وزيرا للصناعة، وعماد عبد الله صارة وزيرا للإعلام، ويحل أيوب وهو رئيس الأركان السابق وينتمي للطائفة العلوية محل الوزير السابق فهد جازم الفريج، وكان عبد الله صارة رئيسا للإذاعة والتلفزيون.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة منحت باكستان بحماقة مساعدات تجاوزت 33 مليار دولار على مدى 15 عاما رغم عدم حصولها على شيء في المقابل، وتعهد بوقف تلك المساعدات. وقال ترامب على تويتر: يوفرون ملاذا آمنا للإرهابيين الذين نتعقبهم في أفغانستان دون مساعدة تذكر. وقال مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي إن البيت الأبيض لا يعتزم إرسال 255 مليون دولار كمساعدات لباكستان هذه المرة، وأضاف أن الإدارة تواصل مراجعة مستوى تعاون باكستان. قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إنه يحتفظ بزر القنبلة النووية على مكتبه دائما حتى لا تتمكن الولايات المتحدة من بدء الحرب. وأضاف في حديث تلفزيوني أن جميع مناطق الولايات المتحدة تقع على مرمى الأسلحة النووية التي تملكها كوريا الشمالية، مؤكدا أن هذا ليس تهديدا وإنما حقيقة. من جهة أخرى، فتح كيم بابا للسلام وقال إن بلاده منفتحة على الحوار، معلنا أن بيونغ قد ترسل منتخبها للمشاركة في الألعاب الأولمبية الشتوية. وتعد تصريحات زعيم كوريا الشمالية بشأن كوريا الجنوبية تطورا إيجابيا في العلاقات بين البلدين، إذ تختلف تماما لهجة التهديدات التي كانت سائدة من قبل. تولى أربعة من رسامي الكاريكاتير في الأردن مهمة تدريب أطفال مصابين بالتوحد على الرسم في عمان بهدف تمكينهم من التعبير عن أنفسهم. ودأب رسامو الكاريكاتير على إرشاد الأطفال حول كيفية إبداع أشكال مختلفة من الفن أثناء التدريب الذي نظم تحت رعاية جمعية رعاية وتأهيل مبدعي التوحد في العاصمة الأردنية. وتساعد الجمعية التي تأسست عام 2015 الآباء وأطفالهم المصابين بالتوحد على التأقلم مع ظروفهم الصعبة. يعني رويدة، اليوم كمان قريت عنوان للجارديان، صحيفة الجارديان البريطانية، بتقول فيها أنه عام 2017 كان عاما رائعا بالنسبة للتوعية الإعلامية لمرض التوحد. صح. واليوم الجمعية الأردنية خير دليل أنه الوعي كرماله بيزيد أكثر وأكثر. صحيح توني، بالفترة الأخيرة صار في توعية كبيرة، ومثل ما قال دور الإعلام لعب دور كتير مهم فيها على هذا المرض بالتحديد، لكن مرض مبهم ربما في السنوات السابقة. ولكن نتمنى أنه بالسنوات المقبلة، خصوصا أني عم بتحدث من تجربة شخصية بهذا الموضوع، أنه يصير في جمعيات أو مراكز تأهيل متخصصة بهذا المرض بالتحديد، ولا يتم جمعهم مع أطفال ذوي احتياجات خاصة أخرى، لأنه مرضى التوحد عندهم وضع خاص. طبعا والعلاج شبه مستحيل، بس من تجربتك الشخصية، طالما ذكرت أنه في تجربة شخصية، هل التأثير النفسي والتعاطف بفيد؟ صراحة ما بقدر كتير حدد، لأنه نحن يعني بالعائلة عنا عم يكون في صعوبة بإيجاد مثل ما قلت لك مراكز تأهيل متخصصة. وكمان في سبب آخر، أنه حتى المراكز المتخصصة عم تكون مراكز خاصة وعم بيكون تكلفتها عالية جدا، زائد أنه يعني ما بيكون في مساحة لكل الأطفال. بيكون في عدد محدود فقط. نحن بكل أحوال بالأمل نبدأ عام 2018 إن شاء الله لإيجاد علاجات لكافة أنواع الأمراض. نتمنى ذلك. إلى عناوين الصحف. إلى عناوين الصحف نبدأ مشاهدينا الجولة بصحيفة الدستور الأردنية، وفيها: الليكود يوافق على ضم مستوطنات الضفة لإسرائيل، 94 شهيدا بينهم 16 طفلا و350 أسيرا قاصرا في 2017. إلى صحيفة القدس العربي والتي جاء في عناوينها: المعارضة السورية تحاصر قوات الحرس الجمهوري في إدارة المركبات، النظام يتكبد 33 قتيلا ويستجدي الهلال الأحمر لإجلاء عناصره 300 المحاصرين. صحيفة الحياة تطرقت إلى الضرائب الجديدة في السعودية والإمارات وقالت: المملكة رفعت أسعار البنزين، السعودية والإمارات تباشران تطبيق ضريبة القيمة المضافة. إلى صحيفة العرب القطرية والتي تابعت الملف نفسه وقالت: نار أسعار الوقود تشعل غضب السعوديين، مواطنون يقولون يهدرون 87 مليار دولار سنويا على حرب اليمن ثم يطمعون في رواتبنا الهزيلة. من الجزائر اخترنا لكم مشاهدين اليوم صحيفة أخبار اليوم، وفيها: إسبانيا تصنف السعودية دولة خطرة نوعا ما وتؤكد درجة الخطورة تراجعت في الجزائر.
إلى صحيفة الوطن الكويتية، واخترنا لكم منها العنوان التالي: لا خفض لرواتب الأطباء المبتعثين، ديوان الخدمة المدنية أكد عدم المساس بمخصصاتهم ردا على ما أثرته بعض وسائل الإعلام. إلى عناوين صحيفة العربي الجديد، وفي العناوين الرئيسة: احتجاجات إيران، تزايد القتلى وتلويح بحشود مضادة. في صورة الغلاف: تعز، إعدامات خارج القانون. وفي زاوية الحدث: كيم جونغ أون يحذر واشنطن، الزر النووي على مكتبي. أما كاريكاتير اليوم بعنوان: عام سعيد للفنان عماد حجاج. هذا كان أبرز ما جاء في عناوين الصحف العربية الصادرة لهذا اليوم. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. أما الآن فعودة إلى الزملاء. شكرا لك رويدة، نلقاك على رأس الساعة. نشرت مقدمة برامج الطبخ الأمريكية ريتشل ري تغريدة أو تويت على حسابها الرسمي على موقع تويتر، تحدثت من خلالها عن وليمة عيد الميلاد التي تضمنت أطباق الحمص والتبولة وورق العنب، واصفة إياها بالأطباق الإسرائيلية. وهنا تدخل عدد كبير من المغردين من حول العالم ليصححوا لري معلوماتها على طريقتهم الخاصة. فجاءت ردود الأفعال الساخرة على هذه التغريدة من خلال نشر صور لأشهر الأطباق العالمية كالبيتزا الإيطالية أو السوشي اليابانية أو النودلز الصينية، مرفقة بتعليق ساخر يقول: ما أشهى هذه الأطباق الإسرائيلية. هذا وقد اتهم الأكاديمي ومدير المعهد العربي الأمريكي جيمس زغبي على أثر تغريدة ري وادعاءاتها، اتهم إسرائيل بارتكاب إبادة ثقافية لشعوب المنطقة، وقال إن الطبق، متحدثا عن الحمص طبعا، ليس إسرائيليا، إنما هو فلسطيني، لبناني، سوري، أردني، عربي. ونحن نضيف ونؤكد أن التبولة وورق العنب والحمص والكبب الصينية كلها أطباق عربية 100%. أكيد أنه هي كلها أطباق عربية وستبقى أطباق عربية، لأنه هذا تاريخنا أحنا. مع الأسف ما هوش تاريخهم، هو ما كانش عندهم وجود في الوقت هذاك أصلا كدولة لتعريف بأكلاتهم. وبصراحة حتى توني مش فقط أطباق الحمص والتبولة، معناها فما مرة كنت شاهد في قناة معروفة اللي هي قناة متخصصة في الأكل، لا داعي لذكر الأسماء، القناة هذه كانت عاملة وصفة معينة إلى الكسكس الإسرائيلي، معناها يعني حتى تخيل الكسكس صار إسرائيلي. يعني أنا بتخيل إنه القرب الجغرافي بيننا وبين دولة فلسطين طبعا اللي احتلتها إسرائيل، القرب الجغرافي ممكن يأثر عليهم ثقافيا ومطبخيا، بس حتى تونس، حتى تونس وحتى احتلوها مطبخيا. يعني جيمس زغبي قال أنه إبادة ثقافية وأنه قاعدين يسرقونا في ثقافتنا اللي هي متمثلة في أطباقنا، لكن مش فقط هذا، حتى في الأغاني. نعم. يعني وقت اللي تسمع أحيانا أغاني، أنا مرة كنت حبيت نعمل عليها معناها بحث كامل الموضوع ونلقى عدة أغاني على أساس أنه أغاني باللغة العبرية وأغاني إسرائيلية، وهي كلها أغاني معناها تحت ياسمينة في الليل، وأغاني الهيدي جويني بنفس اللحن ولكن متغيرة الكلمات أصلا مترجمة فقط. وبأي حال الشعب اللي ما عنده ثقافة لابد ما يتأثر أكيد بشعوب أكيد متجذرة ثقافيا. صحيح. يعني حتى أنه بهذا الموضوع أنا أكيد أنه ريتشل ري مع احترامنا الكبير لمسيرتها الإعلامية، ولكن هيدي معلومات تبث أو تبعث بطريقة مدروسة، يعني ليس خطأ. يعني هذا الموضوع متداول صار له زمان بوسائل الإعلام العالمية بأنه الحمص والتبولة هي أطباق عربية وشامية بشكل خاص، فهيدا نوع من أنواع التطبيع الذهني والتاريخي. وأنا بمحل معين أشجع بأنه ما نعطي هذا الموضوع كثير من الأهمية، بمعنى خلينا نركز على أمور خاصة بالتعليم، خاصة بكيف نواجه هذا الاحتلال أكثر من كثير من المحاولات اللي هي دائما فاشلة. يعني كل العالم بيعرف أنه التبولي شو والحمص، بس للأسف يعني نحن عم ننقل واقع الحال. يمكن تكون بطريقة بقصد يمكن تكون طريقة مدروسة من قبل ريتشل ري، ويمكن ممنهجة بعتبر، يعني يمكن تكون بشكل كثير طبيعي، لأنه هالقد الولايات المتحدة متأثرة شئنا ما بين بالفكر الإسرائيلي طبعا أكثر مما بهم الشرق الأوسط والفكر العربي. ولكن حتى توني نظرا للأجيال متاعنا القادمة ما لازمش تتعدلهم معلومة بها
هالطريقة هذه. يعني تخيل الأجيال اللي بتجي بعد 20 سنة وتكون هي أجيال موجودة على الصعيد الإعلامي، وقت اللي يلقاو التويتر ويلقاو العالم الكل وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة والإعلام الغربي يحكي على أطباق معينة عربية على أساس أنه هي إسرائيلية، فهوني مشكلة كبيرة. بس يعني احنا أجيال عم بتدوق طعمة بالضبط، ما هذا هو ما هذا هو اللي حبوا نحكيه عند الوالدة يلي هو بالدم أصلا، ما هذا هو اللي في أطيب منه يعني. لكن ما ننساوش زيادة توني مع مع كل احتراماتنا، لكن فما جيل معين من الأطفال الحالي اللي بعيد جدا على ثقافته، يعني هذا زيادة يمكن يخوف شوية. بس هيدا هم دور الأهل، دور البيت ذاته، البيت العربي، دور الإعلام بأنه يوعي أطفاله عربيا وعلى ثقافة مطبخه. وما بننسى طبعا أنه لبنان دخل مجموعة جنس 5 مرات من ناحية أكبر صحيح. أكبر طبق حمص، أكبر طبق تبولة، أكبر طبق فتة حمص. طيبة فتة الحمص وليست إسرائيلية أبدا أبدا. يعني تخيل الصينية كمان شامية وحلبية، ولما نقول شامية يعني بنقول كل دول كل المشرق العربي. صحيح صحيح. نعم. يعني نحن اليوم بالتحديد عن هذا الطبق وتحضرناه وعم نحكي عنه، دمجنا بين الشامية والحلبية لأن هن أطباقهم كتير قريبة لبعضها. فبتمنى كمان ما نرجع نوصل كمان بهذا الموضوع حتى الكب يصير يرجع يحكوا عليها او ياخذوها منا، بس اكيد ما بيقدروا ياخذوهم ولو طبقوهم وعملوهم انه اطباق اسرائيليه، بس اكيد 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 ما راح تكون مثل الاطباق اللي احنا اكيد اكيد يعني. هيدي بالاخر شاف عمليه الهائنا عن القضيه الاساسيه هي القضيه الفلسطينيه. صح. والاحتلال يعني هيدا ممنهج. بس هلا ان كانت يعني شو ما كانت جذور، نحن بنأكد انه جذورها شرق اوسطيه، ولكن ما فينا ننكر بأنه بتزيد السمنة وبتزيد شهي ولازم نفقد لازم نفقد هالكم سعر حرارية. أنا فترة الفترة اللي قاعد مقضيها توا بحذيكم وبيناتكم في لبنان والوقت اللي نعيش فيه هوني صراحة وليت من الأطباق اللي موجودة عندي، معناها أنه لازم تكون لازمة موجودة على الطاولة، كي نقولوا تبونا نقولوا حمص حاجة ضرورية أنه لازم تكون أكيد موجودة. ونحب الآن نقولكم إلى موضوع جديد كلنا. أنا جربت قلت لعنده تقلك أنه بدنا نحرق السعرات الحرارية. أنا معك أنه لازمنا احنا نحرقه، مش نحرقه أكيد، أنه لازم نعمل الرياضة وهذه كم الحاجات اللي تساعدنا. ما أنا حبيت نقولكم اللي نحن 2018 ديما العام اللي هو كيكون فما عام جديد لازم تكون عنا وعود جديدة في حياتنا، وهذه أكثر الوعود اللي الناس تخوها دائما في أول السنة أنه بشي مارس الرياضة واللي أنا أخذتها. فلتشجيع الجميع على ممارسة الرياضة خلال عام 2018 وخصوصا المبتدئين، إليكم بعض التمارين الرياضية التي سيطلعنا عليها المدرب الرياضي نضال ملاعب في فقرة الجسم السليم. صباح النور. صباح النور. كيف كان؟ صباح النور. ينعاد عليكم جميعا. إن شاء الله كل عام وأنت بخير. إذا نضال، إحنا إذا كنا نحب نحفز المبتدئين، يعني بالنسبة لنا إلى حد هذه اللحظة مازلت ما تحفزتش صراحة، ولكن في حال أنه نريد نحفز الناس على إنجاز التمارين، أي طريقة يمكن أنه نحفزهم بها؟ في عنا شيء بيقول if you look good you feel good، يعني إذا نحن بشكلنا منيح بنحس حالنا مرتاحين. بس الرياضة هي مش بس قصة شكل ضبط جسمي، هي الرياضة أول شغلة نطلع فيها على الصحة طبعاً، يعني كيف لازم نحسن الصحة طبعاً. وبس عدا عن الصحة كيف بتخليني أحس حالي مرتاح، بتخفف لي الضغط، بتخفف لي الاسترس، فهول الأشياء لازم يكونوا أقل شيء هود الحافز للأشخاص تيبلشوا يعملوا رياضة. يعني فعلياً لما نبلش نعمل رياضة بنحس حالنا مرتاحين، هيدا لأنه أي مجهود بنحطه على الجسم، الجسم ببلش يفرز هرمونات يلي هي في شيء بنسميه هرمون الإندورفين اللي هو هرمون السعادة، بنحس حالنا مرتاحين. لهالسبب ممارسة الرياضة كتير جيدة، ولازم بداية العام نكون نحن عم نفكر بحالنا تنبلش بعام جديد وبصحة جيدة. صحيح، ولكن هالتمارين هذوما كيفاش تنصح القيام بهم نضال؟ معناها مرة في الأسبوع، مرتين في الأسبوع، كل يوم ساعة كل يوم، يعني أي طريقة؟ للأشخاص المبتدئين نحن لازم نعمل 3 مرات بالأسبوع، مش أكثر من 3، مش بحاجة نعمل أكثر من 3 مرات. الوقت اللي فينا نعمله نحن فينا نقسم هذا الوقت 10 دقائق 3 مرات بنهار، أو فينا نعمل 15 دقيقة مرتين بنهار، أو فينا نعمل نص ساعة بنهار، مش بحاجة أكثر من هيك. وكل حدا حسب وقته، إذا أشخاص ما عندهم كتير وقت نحن منقول إنه فينا نعمل 10 دقائق كيف ما كان منلاقيهم، وإذا أشخاص عندهم وقت شوي بنقدر نعمل نص ساعة بنهار على 3 مرات خلال الأسبوع. طب أنا عندي سؤال، في حال أنه على الأقل الإنسان، وهذا اللي نعيشوه الكلنا مع الأسف، في حال أنه خذينا وعد على رواحنا ونحب نكمل تمارين رياضية مدة سنة كاملة، نقار رواحنا عملنا 2 3 أسابيع وخلص بطلنا بعد تعبنا، يعني هوني كيفاش تنصح أختي الإنسان يولي ما عادش عنده، نقوله نحن أنه معناه ما عادش حابب أنه يعمل رياضة ويحس روحه زهق،
احيانا شنو الحل؟ اي فوالا. في عندنا كثير اساليب نقدر نشتغلها، لانه في اشخاص ما بيحبوا سبور، يعني بتقول لهم سبور بيقول لك لا ما بدي اعمل سبور، ما بحبوا سبور. فينا نبلش نشجعهم، يمكن نحط بشكل غير مباشر، نحط مجله قدامهم فيها اشياء بتحكي عن الصحه واشياء بتحكي عن سبور، او يوصفوا مثلا مدرب رياضي ناجح مثل اكيد، او ربما انه يمارسوا رياضات بحبوها، يجربوا كل انواع الرياضات، يلاقي صحيح. الرياضه اللي بمسليه لإله معقول يلاقي حاله فيها. يعني في اشخاص بيقول لك انا ما بحب، بس هم بيكون معهم ما بلشوا، بمجرد بلشوا بحسوا حالهم مرتاحين او بحبوا نوع رياضه معين مثل ما عم بتقولي، فهول الاشياء فينا نعملهم. ليه ما ليه نعمله؟ إذا خلينا نشوفه تمارينا اليوم. أوكي، لح نبلش، لأنه منبلش السنة الجديدة، لح نبلش بالحركات يلي حركات المبتدئين كتير، يعني الأشخاص يلي بعدهم مش مبلشين يعملوا سبور أبداً، شو الأشياء اللي فيهم يعملوها؟ أكيد من بعد ما نكون بلشنا بالإحماء، لازم نبلش نمرن عضلات الجسم. لح نبلش أول شيء بعضلات الكتاف، بوقف بشكل يكون صدري لقدام وظهري جالس. لح نمرن عضلات الكتاف الجنبية، بحمل دمبلز او في حتى احمل انينتين مي صغار، في احمل اي شيء بدي، بس مهم يكون عم بحط شوي وزن على على الايدين. بقدر بطلع بايدي على جنبي وبنزل. هون بنتبه انه كل الوقت الكوع مطعوج منه جالس، يعني ما بعمل ايدي بهالطريقه، الكوع شوي مطعوج، ليه بتعج الكوع؟ كمان يصير الضغط كله والحمل على الكتف، ما يكون الضغط على الكوع ما سبب اصابه. سو هيدي حركة بقدر أعملها للكتاف، بكون عملنا عضلات الجنبية للكتاف، بطلع على مستوى كتافي وبنزل. هلا بنلاقي عالم بيطلعوا كتير لفوق وبينزلوا، منا بحاجة، ما بكون عم بحط شيء زيادة، بس الفكرة أنه بطلع على مستوى كتافي وبنزل. هيدي العضلة الجنبية، في أنقل التمرين لعضلات الكتف الأمامية يلي هني قدام بالإتين سوا، بطلع كمان على مستوى كتافي وبنزل، بخلي ظهري جالس صدري لقدام ونفس كل الوقت. وكمان بنتبه في كثير اشخاص بيعملوا ايديهم بهالطريقه، اذا حاملين وزن بيأذوا الرسغ تبعهم يلي هو الريست، بطلع جالس وبنزل. الكتف نضال قد ايه بيعطي حضور للشخص اول ما يدخل؟ اكيد بتشوف كتفه كانه صح، يعني عضلات الكتف هن بيبرموا، خاصه اذا كان لابس، خاصه اذا شاب يعني لابس شميز او لابس بدله، بيعطي شكل حلو. طيب نضال، تحدثت انه هيدي في تمارين للشباب، هدول للشباب والبنات هذه التمارين؟ ما في تمرين بس للشباب، اي تمرين بيقدروا الشباب والبنات يعملوه، بس اللي بيختلف بيناتهم الوزن يلي حاملينه، هي الفكره كلها. في اعمل تمرين كون عم بمزج بين العضلتين الجنبيه والاماميه، يلي هي بتفش الدمبلز او الوزن لفوق راسي وبنزل، اذا تركته عم بنزل بس 90 درجه، بس بنزل لهيدي المرحله وبرجع بتفش الوزن لفوق. سو هودي ثلاث حركات فينا نعملهم للكتاف، وحركات كثير سهله بقدر استخدمهم بالبيت مثل ما نحن عم نعمل هلا. رح انتقل لعضلات الايدين، البايسبس القدام، كمان بوقف ببرم الايدين، بخلي كواعي على جنبي وبطلع بالوزن لفوق قد ما في للاخر وبرجع بنزل. كمان ظهر كل وقت جالس والصدر لقدام. يعني اليوم الجلسه تمرين لكل عضلات الجسم. صحيح صحيح. هودي للبايسبس، في عد 10 مرات او 12 مره او 15 مره، وبعملهم ثلاث جولات ثلاث مرات. بقدر بشتغل كل حركات الجسم اول مره وبرجع بعيدهم ثاني مره وبرجع بعيدهم ثالث مره، هيكون عم بشتغل ثلاث جولات. بهيك جلسه نضال كمان بين العضل والعضل، ينصح بانه واحد يعمل كارديو او يحرق يمشي مثلا؟ فينا نعمل هذا الشيء بنسميه انترفال تريننج، يعني بكون عم بمرن شوي، بقدر مثلا احط الدمبلز وبركض محلي او بطلع على التريدميل وبركض، هيك بصير بحفز اكثر انه جسمي يصير يحرق اكثر. اوكي، رح اشتغل شيء للظهر، نفس الشيء بوقف الاجتين حد بعضهم، صدري عالي، بس ببطل الجزء العلوي من جسمي لقدام، بطعج شوي الكواع، بخلي صدري لقدام وظهري بجالس، بنزل بالوزن وبطلع بايدي قد ما فيي لفوق، بشد وبرجع بنزل. اهم شيء بهالحركه يكون عم بشد كتافي لفوق وبشدهم على بعضهم، كمان حس بظهري فعليا بالجزء العلوي للظهر. كمان دائما بركز على النفس، كل الوقت نفس لازم يكون ماشي. في عالم بيقولوا انا عم بتمرن بنسى اتنفس، هيدي ما في حدا بينسى يتنفس، يعني لما بحاجه لاكسجين حاتنفس. بس في فعليا تنظيم النفس. هيدي حركة للظهر، بشد ايدي قد ما فيي لفوق وبنزل. رح اعمل حركة للور باك، لكعب الظهر،
يلي هي نحن بنشوف كثير عندنا مشاكل كثير من العالم بيقولوا عم بيجعني ظهري، لانه منطقه الوسط هي المنطقه الاساسيه بالجسم، لانه ما كثير بستخدمها بصير في وجع بالظهر، سو نحن نعمل تنين تكون عم قوي عضلات الظهر. بقدر حط الوزن حد جسمي، بتعج شوي اجريه كمان، بنحني لقدام تيوصل الوزن على مستوى الركب، وقت بدي اطلع بحمل بظهري. الغلط يلي بيصير في ناس بيحملوا بيعملوا هيك، فعليا هون خف الضغط عن الظهر صاروا عم بيحملوا بايديهم، سو انا بحمل بالظهر وبضلني نازل. كمان ما لازم ارجع كثير لورا بحط ضغط على ظهري بيصير يوجعني، بس الفكره انه اوقف حافظ على الوقفه الطبيعيه. كمان كل الحركات اللي عم نعملهم بنشتغلهم بين 10 ل 15 مره، بنرجع بنعيدهم ثلاث مرات. شرب المي ينصح فيه؟ اكيد بعد ما كل خلص جوله ضروري اشرب بلعه مي، هيدا شيء كثير ضروري. كمان كثير بيقولوا ما لازم نشرب، وهذا الشيء كثير غلط، لانه نحن عم نخسر مي كل الوقت. بس بذات الوقت ما لازم يمكن نكتر شرب مي، عم نقول بلعه كاني عم بشرب مثل عم بشرب القهوه. نفس الشيء مثل ما عم بشرب القهوه، يعني بشرب بلعه مي برجع بكفي. طيب في حال اكثرنا من شرب المي شو بيصير؟ بس بتعب. بتتعب المعدة، ما في شيء زيادة، يعني مش بكون عم بتأذى، بس بحس حالي مضايق، خاصة إذا كنت عم بعمل كارديو، إذا كنت عم بركض أو عم بنط بحس حالي إنه ماني مرتاح. أوكي رح أنزل أعمل تمارين للصدر. بحمل الوزن وبنزل تيسيره الكواع، في أضرب كواعي بالأرض، حافظ على زاوية 90 درجة بين الكواع والإيدين، وبدفش الوزن لفوق، بهالحركة بكون عم بمرن عضلات الصدر. كمان بكل عضله نحن موجوده في كذا عضله، يعني العضله هي مش بس وحده، مثلا بالكتف في عندنا ثلاث عضلات او اربع عضلات، بالصدر كمان في عندنا الصدر العلوي والسفلي والجانب والنص. فهي الحركه تقريبا بكون عم بتمرن لي كل صدري، وفي اعمل تمرين للصدر من برا اسمها هي الحركه دمبل بريس، في اعمل شيء اسمه فلايز يلي ببرم الوزن بهالشكل وبفتح ايدي لبرا، كمان تصير تقريبا الكواع يضربوا بالارض وبرجع بطلع، بهالوقت بكون عم بشغل المنطقه الخارجيه من الصدر. ما كثير عم نطول كمان نلحق نشتغل تقريبا على كل العضلات. يعني كانك انت على ابواب عام 2018 عم تتذكر كل عضلات جسمك. صحيح. عم تعطيهم انطلاقه. صحيح. اوكي، سو هيدا للصدر، رح نعمل هلا تمرين لعضله الترايسبس. في احمل وزن واحد دمبل وحده، في هدي ايدي بهالطريقه، لان الاشخاص بيكون ماشيين جديد ما بيكون عندهم توازن ما بيعرفوا لوين بده ينزلوا، في هدي ايدي وبس اطعج الكوع تنزل تقريبا تصير الوزن حد دينتي وبرجع بطلع. لما احس حالي مرتاح اكثر بالحركه بقدر شيل ايدي واحمل الوزن بالايدتين، بنزل وبدفش لفوق، بكون عم بشتغل عضلات الترايسبس اللي هي عضلات الايد من ورا. صعبين الحركات؟ ما لهم صعبين، ما هيك؟ مخفف اوزان لانك صعبين. رح نعتبر انه كثير حاملين وزن، ما نصير نعمل هيك، هيك توني انت بتحب تشد مثلا هيك. اوكي. سو حننزل الوزن، حنشتغل شوي على المعده، الحركه اللي كثير سهله او الحركه الاول شيء فينا نعملها اللي هي الكرانش، بشد بعلي كتافي على الارض وبشد معدتي. يعني دائما المعده بتجي باخر تمرين؟ يفضل؟ مش شرط، مش شرط، بقدر اقطعها. هذا تمرين المعدة. ما حنطول كثير لانه ما كثير عندنا وقت. لأوقف. لأعمل اخر تمرين لعضلات الاجرين من ورا. انا حامل الوزن. بدل ما قطعج ركبي، بحاول شد الركب، بخلي ظهري جالس. وبنزل بالوزن لمحل ما فيي اوصل. وبرجع بوقف. بنزل لاخر محل ما فيي اوصل، برجع بوقف، كل مره بحس حالي عم بنزل اكثر توصل انه حط الوزن على الارض وارجع وقف. بهالحركه بحس انه عضلات اجري من ورا اللي عضله الهامسترينج اسمها. صراحه نضال، هوني عندي سؤال، قديش يلزم وقت باش توصل الى محل معين تولي توصل الى اقصى، معناته تولي توصل الى الارض؟ صح، انا وعم بنزل بوصل لمحل بحس حالي كثير موجوع. بهالمرحله لازم اوقف، ما لازم انزل اكثر لانه باذي حالي. بنزل شوي لما احس حالي انوجعت برجع بطلع للوضع الاساسي، برجع ثاني مره بحاول انه بنزل شوي زياده اكثر برجع بطلع للوضع الاساسي، مع الوقت بصير في عندنا ليونه، اوكي؟ يلي هي بتخليني يصير انزل اقدر احط الوزن على الارض
وارجع اوقف. حتى هون ضل يمكن السر بانه الاستمراريه بممارسه الرياضه صحيح. هي انه ما نتعب حالنا ونضغط نفسنا فوق احتمالنا. مزبوط. في عالم بيكونوا بلشين جديد بحسوا بانه حطوا كل شيء عندهم تياخذوا نتيجه سريعه وهذا الشيء فعليا بيعمل رده فعل عكسيه صحيح. جسم ما بقعد يشتغل. نحن وعم نتمرن وخاصه بتمرين الاوزان بنقول وي ار دامجينج او مثلا نحن عم ندمر عضلتنا. العضله تستفيد بالريكفري. نحن النهار اللي عم نرتاح يعني انا تمرنت اليوم لازم اتمرن بعد 48 ساعه تكون عضلتي ارتاحت ترجع تقدر تعطيني اكثر. حتى بيقولوا انه بتنمى العضله بوقت الرياحه. نمو العضله هو بيكون رياحتها ونموها هي بيكون بالوقت اللي عم نرتاح فيه مش بالوقت اللي عم يعني بتفضل انت ممارسه الرياضه يوم اي يوم لا؟ للاشخاص المبتدئين ضروري ممنوع نتمرن كل يوم. نعم. طيب وللاشخاص المبتدئين التعضيل وارد اكيد. ترخيه العضلات او ستريتشنج ضروريه. بعد ما نخلص نحن اكيد لازم نعمل ستريتشنج بس الستريتشنج ما بتحمي من التعضيل. الستريتشنج بتخفف. التعضيل حيصير لانه العضله بعدها مش معوده تتمرن. جينا حملناها وزن التيشوز يعني الاشياء المؤلفه من العضله بصير فيها نوع من التمزقات. هذا الشيء بصير في عندي تعضيل والتعضيل بمحل معين خطر اذا كان ما لنا قادرين نتحرك. في كثير عالم ما بيقدروا يتحركوا وهذا نوع من الانفلاميشن التهاب واوقات بتوصل لمستشفى بصير في عندنا نزيف بالعضله صحيح. نزيف داخل الجسم بيؤدي لمستشفى. بس اذا كان عندنا التعديل قادر اتحرك بشكل حاسس انه عضلتي شوي مضايقتني بس انه في اعمل نسميها فور رينج يعني بقدر اطلع لفوق وانزل للاخر بس حاسس انه العضله شوي مزعوجه هذا تعديل كثير مهم. يعني دائما بنقول في التأني السلامه. اكيد. شكرا لك نضال ملاعب دائما بتغنينا وهيدي انطلاقه جيده للعام 2018. مشاهدينا فاصل اول نتابع بعده صباح النور لا تذهبوا بعيدا. وعدنا اليكم من جديد مشاهدينا صباح النور يا راوية. صباح النور. لان موضوع مهم برشا يهم كل الامهات ويهم صحيح. كل الاطفال. للاعتناء بالاسنان اهميه كبيره لدى الكبار والصغار لان البعض قد يعتقد ان الاسنان اللبنيه لدى الاولاد بالامكان اهمالها بعض الشيء بما ان الطفل سيبدلها في النهايه. صحيح أمينة. أفكار شائعة ومغلوطة. تساعدنا الدكتورة لولو مراد الاختصاصية في طب وجراحة الفم والأسنان على تصحيحها ضمن فقرة صحتك. صباح النور دكتورة لولو. ينعاد عليك أول شيء. وعليكم. بداية عندما نتحدث عن الأسنان اللبنية ماذا نعني بذلك وما أهميتها بالنسبة لأي طفل؟ الأسنان اللبنية أو أسنان الحليب هن أول أسنان بيطلعوا عند الطفل وهن جزء لا يتجزأ من جسم الإنسان لهن بيوفروا البيئة الصحية والسليمة لبزوغ الأسنان الأساسية لبعدين. هيدا أول سبب. ثاني سبب هن بيساعدوا على النطق والكلام الصحيح عند الطفل. ثالثا هن ممكن يكونوا كمان كتير بيساعدوا على عملية الهضم يعني هن المضغ كمان بيهيئ الطفل لبعدين. أحد أهم الأسباب اللي الأسنان اللبنية هي موجودة أساساً بالتم إنه هن بيوفروا الفراغات اللي عندهم إياها ليطلعوا الأسنان الأساسية لبعدين. المساحة تبعيتهم مفروض تضل موجودة لأنه الأسنان اللي بعدهم ليطلعوا بالمكان الصحيح وإلا ما حيكون لهم مكان يطلع وحيودي هذا الشيء بعدين لما يسمى بتقويم الأسنان بيودي لمشاكل كتير. صحيح. ونقعد من بعض نصلحه في أسناننا والمشاكل هذه كلها. إذن للحفاظ عليهم يجب تجنب بعض المأكولات الغذائية بالنسبة للأطفال. طبعا. هلا هون ممكن نشير لشغلتين أساسيتين. أول شيء نحن ما فينا نمنع الطفل من السكر أو من الشوكولا والبومبو بس نحن ما بتفرق معنا الكمية قد بياكل على قد ما بتفرق معنا عدد المرات اللي الطفل بياكل فيها الحلو. يعني أنا فيني آكل كمية كبيرة مرة واحدة بالنهار بس أفضل من ما آكل أنه أنا عدة مرات بالنهار كمية قليلة. هذا أولا. ثانيا هذا شيء موجه لكل الأمهات أنه كتير أمات بيجوا على عند الدكتور بيقولي دكتورة أنه ابننا ما بيخفى بلا ببرونت الحليب. هذا أسوأ شيء عند الطفل وبيودي للتسوس. ليش؟ لأنه بالليل الريق بيكون كتير قليل التم مسكر الحليب بقلب التم فنحن عم نعطي بيئة للبكتيريا لتتكون أكثر وأكثر وهذا الشيء بيودي للتسوس. نعم. كيف منعالج الموضوع هيدا؟ الأم تدريجيا مفروض تزيد كمية المي بالبيبرون وتقلل الحليب وبالتالي بيصير الولد بيتعود على المي وبيصير خلص بيخفى على المي مش على الحليب. نعم.
لا شك بأنه استعمال فرشاة الأسنان ضرورية جدا طبعا. خاصة للأطفال يعني يشوفونا عم طبعا نفرشي صح قد ايه هذا الشيء مهم وبأي عمر يجب أن نبدأ بتعليم الطفل على ذلك؟ أول شيء أول سن بيطلع ممكن على الست شهور زائد أو ناقص شهرين هون بيجي دور الأم والأهل ممكن بقطعة قماش أو شاشة نمسح له سنه للولد بلش بس يبلش يوعى الولد أكتر مفروض يشوف أهله عم يفرشوا سنانهم يشوف أمه مفروض الأم تشجعه أنه أنت إذا هلأ فرشيت سنانك حيطلع لك كادو حيطلع لك شيء مكافأة يعني طبعا أكيد هذه الطريقة نحن منشجع الأولاد على أنه يفرشوا سنانهم ممكن الولد أول فترة ما يتقبل طعمة معجون السنان فمعنى لعمر السنتين معلي إذا فرشة بس بالفرشاي والمي هذا الشيء مقبول يعني نعم اي صحيح اذا في اي في اي سنه علينا اصطحاب الطفل الى طبيب الاسنان وهذا هو يمكن سؤال مهم شويه عند بزوغ اول سن ممكن يكون على الست شهور وانت وطالع للسنه لانه حكيم الاسنان مش بس حيشوف السن نفسه هو اللي طلع حكيم الاسنان ممكن يكشف عن امراض ثانيه موجوده بالتم وهذا الشيء كثير مهم نعم طيب اذا تحدثنا عن الاضرار يعني ذكرتي منذ قليل بانه احيانا اذا ما اهتمينا بالاسنان الحليب اللي هي او اللبنيه قد نتوجه الى التقويم صحيح شو هي المشاكل ولماذا هذا هو الحل لماذا هو هذا الحل هلا حخبرك انه نحن اذا سن الحليب نشال بكير اوكي السن الثابت اللي بعده ممكن يطلع بطريقه غلط وقلنا حيواجه تقويم فنحن اذا نشال السن بكير ممكن نحط شيء اسمه حافظ مساحة هذا حافظ المساحة بيمنع الكراودينج أو تجمع الأسنان حد بعضها وهذا الشيء ممكن يأثر على مشاكل بالمضغ إلى وعلى شكل ممكن ناس كتير أسنانه بيعتبروا أنه بيأثر على مشاكل نفسية يعني ممكن أنت بس تضحكي مرات ما يعجبك شكلك فهذا صحيح. كمان شيء بيأثر حتى لو خريب. كان طفل طب التقويم طفل. أي عمر ذكرت أي عمر التقويم ممكن يبلش من 10 سنين ل 11 سنة ممكن نبلش فيه بس إذا كانت المشكلة متفاقمة لأنه في مشاكل يعني للمشاكل درجات ممكن نبلش بوقت مبكر أكثر نعم أقل من 10 سنين دكتور بالنسبة لموضوع تقويم الأسنان فما ناس حتى ولو كبرت يقعد عندها معناه وهما صغار عندهم الفراغ وحتى ولو طلعت الأسنان يقعد موجود الفراغ هل إذا حاجة من عند معناه هو تخلق بهذا الشكل ما فيش تصليح الفراغات بسنان الحليب هن كثير مهمين يعني في مثلا في ناس بيجوا على العياده انه هذول الفراغات بسنان الحليب انه منيح ولا لا انه في ناس بتفضل انه لا لازم تكون اسنان مصفوفه هذا الشيء مش مزبوط عند الاطفال لانه الفراغات هذول بين السنان كثير منيح للسنان اللي يطلعوا بعدها لانه حجمهم اكبر فهذا الحجم الاكبر بياخذ المساحه الموجوده هن بالفراغات بسنان الحليب جميل طيب ما هي المشكلات الشائعه غير تسوس الأسنان اللي تحدثنا عنه يعني في مص الأصبع له أضراره شو المشاكل الشائعة اللي قد تحدث للأطفال هلا في الأولاد اللي بمصوا أصبعهم بيصير عندهم شيء بعدين مثل open bite أو hard palate بيصير كتير open bite يعني بيصير عضته الولد مفتوحة فهيدا كمان بيرجع بحالة التقويم ممكن ينحط جهاز لا يسكر العضة بيصير العضة منها مزبوطة أبدا بيأثر على نمو الفك والوجه نعم في مشاكل أخرى معقول بتواجهها بيواجهوها الأطفال غير مص الأصبع أو التسوس؟ مص الأصبع، التسوس، ممكن الببرون كمان هي كمان أو التتين ممكن لهاية لهاية التتين هي أكبر من المشاكل كتير بتعطي للطفل يعني بالعضة تبعيته بتأثر كتير شو بيصير يعني وقتها هل بتدفش اسنان لورا بتدفش اسنان لورا وبتعمل العضه مفتوحه يعني انت بس بتسكري على اسنانك بس اسنانك مفتوحين عن بعضهم فهذا الشيء طبعا يس نعم. يمكن اعاني منها بعض الشيء اذا دكتور احنا نحبوا اكثر نصائح اكيد للعائله وللاطفال ويمكن بشتورينا حاجه او لا هلا اهم شيء كثير ناس ما بتعرف تفرش اسنانها ممكن بيضحكوا انه هي ما بنعرف نفرش اسنان بس في طريقه لتفرش اسنان وهذه الطريقة تنطبق على الأطفال وعلى الكبار أيضا هلا أهم شيء أنه تكون دايما في الفرشاية عادة بتكون مفروض نجيب شيء ميديوم سايز هذا تقريبا كل الناس يعني اللي استعملوا الحجم المتوسط حجم المتوسط أول شيء في كتير ناس بيجوا أنه نحن منفرشي وهيك وبسرعة أنه نحن كتير متحمسين بدنا نفرشي بس هذا الشيء مش مزبوط مفروض نفرشي بطريقة دائرية ونفرشي لسه بنفس الوقت ممكن أول فترة تنزل دم بس بعدين اذا نحن عم نفرش بطريقه صحيحه اللي هي بطريقه دائريه لكل الاسنان اللي ورا لسه حتصير صحيه تتأقلم مع الموضوع تتأقلم مع الموضوع اول فتره ممكن يعني بدها 3 4 ايام لاسبوع اوكي بس بعدين مع الوقت حتتأقلم مع الموضوع بطريقه دائريه ممكن بطريقه ثانيه اذا الاسنان اللي فوق
ننزل لتحت من فوق لتحت وهو بالعكس من تحت لفوق يعني منبلش من اللسة وطلوع. الطريقة اللي هي يمين شمال وبسرعة هيدا أكبر غلط. طيب من الداخل كيف؟ من الداخل كمان نفس الطريقة نحاول نفرش نوصل الفرشاية لآخر شيء كمان بطريقة دائرية لجوا. أكيد زيارة طبيب الأسنان كل 6 شهور للتنظيف من جوا كمان هذا شيء. وبالنسبة للأطفال دكتور لأنه يعني يمكن الأطفال يمكن أنه لزمهم فرشات معناها أكثر ناعمة مش نفس الفرشات اللي بيستعملوها الكبار وأصغر. أكيد طبعا لأنه وحتى بيكون معجون أسنان تبعهم مختلف عن الكبار. أهم شيء معجون أسنان تبع الصغار يكون قلبه مادة الفلورايد. الفلورايد هو بيساعد على حماية أسنان وبنعم التسوس. نعم. طيب في حال أي متى أو العمر اللي بتسقط فيه الأسنان اللبنية أول سنة ترجع بتظهر أو بتنبت الأسنان على 6 سنين أو يعني تقريبا كمان زائد أو ناقص سنة 6 سنين ببلشوا يطلعوا أسنان الأساسيات اللي قدام ومن تحت وبلشوا يطلعوا أول دراس من وراء على 6 سنين بتبلش تسقط. نعم. يعني كانوا قبل الأطباء ينصحوا بمادة معينة نسيت ذكر اسمها ميقات فيور، هل هذه المادة معناها منصوح بها بدرجة كبيرة بالنسبة للأطفال والكبار ولا؟ منصوح بها طبعا بس مش بكمية هائلة، بكميات محدودة حسب ما يوصف الطبيب لحالات معينة. طيب دكتورة للوى يعني لا شك بأنه تحدثت عن المأكولات اللي يجب التقليل منها أو المرات هي الأهم مثل السكريات وما إلى ذلك، ما هي المأكولات اللي هي مفيدة لأسنان الطفل للأسنان اللبنية؟ اللي بتأثر إيجابا طبعا أكيد عم نحكي كل شيء خضرة فاكهة كل شيء بقلبه فيتامينات طبعا هيدا شيء كتير أهم شيء الخضرة والفواكه يعني هيدا رائع الأسنان حاجة أكيد أنه ما لازمناش ننساوها. وحاجة أخرى بصراحة دكتور يعني مثلا نعرفوا الموضوع اليوم يكون يخص الطفل أكثر من الكبار ولكن في حال أنه نحبه ونديما نسألوا على أسناننا والكل في حال أنه الناس اللي تاكل يوميا شوكولا هل هذا يكون عنده تأثير كبير على الأسنان؟ ليك أكيد طبعا بيلعب دور كتير مهم بس كل إنسان بيختلف عن الثاني. أنا شخصيا بأكل كتير يعني شوكولا بس أنا كتير بهتم بسناني حس حالي أكثر في العالم لك شوكولا يعني. فأكيد ممكن تأكل شوكولا كتير بس أنت بتهتم بسنانك فهذا الشيء كمان بيساعد. كمان كمية الريق نحن حكينا عن كمية الريق بتم كتير بتلعب دور فممكن كل جسم إنسان بيختلف عن الثاني مثل ما ذكرتي عدد المرات طبعا مهم جدا وليس الكمية. يعني أنت تخيلي أنت كلت مرة واحدة من نهار كمية كبيرة وخلص فرشيت أسنانك وعدت ما عاد في شيء عم يفوت على تمك بس أنت تخيلي أنت والله كل نص ساعة أنا شوكولا طيب هذا الشيء عم يضل بتمنع عم يأثر يعني. طيب لا شك بأنه كل الأهالي بعانوا من مشكلة زيارة طبيب الأطفال الكبار عندهم مشكلة بالذهاب إلى طبيب الأسنان كيف بدنا نشجع الأطفال والأهل يعني نصيحة للأهل والأطفال لحتى يكونوا مرتاحين؟ طبعا عادة أول زيارة عن طبيب الأسنان إذا ما كان في حالة طارئة يعني مثلا كان في وجع دايما الولد بيفوت على العيادة بيتعرف على الحكيم بيتعرف على الأدوات يعني ليحس حاله هو بمطرح آمن بياخد بيعطي مع الحكيم مش على أساس أنه حكيم على أساس أنه هو رفيق أو صديق لأله بيحاول يورجيه كل الأدوات اللي عم يستعملها يفهمه كل شيء يفهمه اللي هيدا مي هاي المراية لنشوف السنين حتى مثلا إذا اضطر الحكيم كان في حالة طارئة يعطي إبرة بنج مثلا اللي هي الشيء الفظيع عند الأولاد بيقولوا نحن هلا بدنا ننيم السوسة ما بيقولوا يلا أعطيك إبرة يعني في مصطلحات خاصة بستعملها مع الولد جميل. يمكن حتى لازم نستعملوها مع الكبار طبعا أكيد مع الكبار وصغير دكتورة لولو مراد اختصاصية بطب وجراحة الفم والأسنان شكرا جزيلا على المعلومات القيمة اللي قدمت لنا إياها إلنا للأطفال وأيضا للأهل أكيد شكرا لك دكتور شكرا لك. مشاهدينا سنذهب الآن إلى إطلالتنا الأولى على مطبخ صباح النور وولاء شها صباح النور مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم مثل ما شايفين نحن اليوم بلشنا عم نحضر طبق كثير مميز عم نحضر الكبه المشويه طبعا بدي اكد على شغلي بهذا النوع من الكبه هذا بينشوى على الفحم او على الحطب فكرت حتقول لبنانيه او شاميه بتنشوى على الحطب او على الفحم نحن اليوم حنشويها على الفرن بالطريقه اللي حنقدمها كمان حتعطينا نكهه كثير طيبه ومميزه
بس طبعا دائما طعمة الفحم او الحطب بتعطي نكهه طيبه للقشره المشويه. وشغله ثانيه اللي بنقدر نعطيهم اياها فكره للمشاهدين حتى اذا بدهم يعملوها بالبيت، بس انا هون صراحه ماني قادر اعملها بالستوديو لانه بتطلع ريحه شوي مزعجه، يعني ريحه الفحم. نحن بنقدر نعمل شغله، نجيب حبه من الفحم نحطها ضمن ورقه خاصه من الالومنيوم ونحطها داخل الفرن. نعم. اللي هي حتعطينا دخنه الفحم او هو الفيمي او التدخين للكبه، هذا بيساعدنا لناخذ نكهه كمان كانه شويين الطبق الكبه على الفحم. هلا هون بداية أنا أول شيء بلشت عم بقلي البصلة، بصلة الناعمة قليتها بشوي من زيت الزيتون لحتى تبلش تدبل وتاخذ لون، رح أضيف عليها شوي من الملح، شوي من البهار الأسود، كمان شوي من النعناع اليابس، رح أرجع أطحن، أضيف شوي من البهار الأسود المكسر يعني لحتى تكون الحبوب البهار خشنة موجودة بقلبها. بقلبهم كلهم مع بعضهم، برجع بضيف عليهم معلقة من السماق، هون السماق كتير ضرورية بقلب هيدا الطبق لأنه بتعطينا نكهة الحموضة بتظهر كتير طيبة بقلب هيدا الكبة. شيف، بالنسبة للسماق فما بعض الشعوب في المغرب العربي ما عندهاش فكرة عليه، يعني يسمعوا السماق لكن ما يعرفوش اصلا هو من شو متكون. هو متكون هي نبته كيف الزعتر البري كمان بيطلع بال بتمتحنا يعني يمكن عفوا بتمتحنا صح، بتطلع بالبريه بتنشال وبتتجفف بعدين بتنطحن، فموجوده مش بكل البلدان بصراحه. صحيح. بس هو نوع من انواع الحمضيات اللي بتتجفف لتعطي هيدي النكهه الحلوه. يعني أنا شو البديل لها؟ يعني بالضبط اذا كانت مش موجوده وهي ضروريه ببعض الفرقات، شو البديل لها؟ البديل لها ممكن استبدالها بدبس الرمان لانه بعتقد باغلب المطارح موجود دبس الرمان، وبحال ما كان موجود دبس الرمان بنستبدلها بعصير الحامض، بس عصير الحامض بده ينغلى على النار، يعني ينحط على النار ليعمل ريدكسيون ليتبخر اكبر عدد كبير من الكميه من المي ليصير طعمه الحموضه كثير ظاهره فيه، وممكن اضافه ملح الليمون ويمكن حتى رو، لانه انت تعرف اللي طبخات المغرب العربي تختلف جدا عن طبخات المشرق، يعني احنا مثلا ما تسمعش البهار الابيض، ما تسمعش عن شو اسمه السمسم، ما حاجات ما تسمعهمش اكيد، لكن تسمع عن التيبل، تسمع الكرويه، تسمع الكركم، تسمع فما حاجات اخرى مختلفه شويه. صحيح. الكليل احنا عنا يستعملوه برشا في الاكل، ليل الجبل، ليل الجبل. صح، هذا كمان اختلاف، يعني هلا اغلب البهارات الموجوده حتى بتونس، يعني من بعد ما شفت البهارات انا انه في اشياء كثير بتشبه الاشياء اللي عندنا، بس بتفرق شوي تسميتها. بالضبط. هلا انا ضفت اللحمه عليهم هون كمان، خليهم ليتقلوا منيح. اهم شيء نحن اللحمه هلا هون، انا مثل ما انا معلق الحراره على الاخر، بهمني تكون الحراره عاليه لحتى بلش اعطي طبقه استوى بسيطه للحمه من برا لحتى تساعدني انه اللحمه تفرد كمان معنا. نعم. هلا عم بقلبهم كلهم مع بعضهم، شيل الدوائر. يعني احيانا شاف ايضا تقدم الى جانب الكبه الشاميه يا سلطه يا اما اللبن بخيار. صح. او صح. الامور صح، هيدا الشيء انا اللي حقدمه اليوم، حقدم السلطه مع ثلاث انواع اجبان اللي هي كثير بتلبق مع هيدا الطبق، وممكن استبدال السلطه يعني باللبن مع العقد الصفراء وشويه من الثوم، كثير معروفه ببلاد الشام بيحضروها بهيدي الطريقه يعني. بهيدا الوقت اللي انا حاترك اللحمه تتقلى، رح انتقل هون لورجيكم الكبه انا كيف حضرتها، بدي اضيف لها بعد شويه اضافات، رح احط لها رشه صغيره من الملح. كمان رح ضيف عليها شوي من النعناع اليابس. انا سبق وحطيت البصل، حطيت شوي من البهارات، هلا رح ارجع اضيف عليها شويه مي لحتى طريه وندعكها للكبه لحتى نحصل عليها طريه. هلا في عنا شغله، نحن مستعمل عاده البرغل الابيض وفينا نستعمل البرغل الاسمر. انا بالوصف ولكن البرغل الناعم او الخشن؟ لا، برغل الناعم اكيد. حطيت انا البرغل الاسمر، انا هون كنت بهيدي الوصفه خالط نوعين من المرغل الابيض والاسمر، والسبب هو لحتى احصل على كبه لونها اشقر، يعني ما تكون كبه غامقه. بنفس الوقت حورجيكم انا اللي حضرتها قبل شوي الكبه. خبرتك انه انا بعرف اعمل كبه نيه؟
اللي مخبره كل البشريه. انا بعرف لا ما لنا عارف ولا مره خبرتيني يعني هذه اكثر حاجه انا فراوي تعرف تعملها والتو ما ذوقت يعني لازم تو انا يا خلص مره جبنا نحضرها سوا. انا على فكره من اكثر انواع الكبه اللي حبيتها في لبنان لانه احنا بعاد جدا على الحاجات اللي هي نيه كاللحمه النيه او حاجه صح. ولكن كبه نيه كليتها بصراحه عجبتني يعني لا طيب لذيذه حتى وعشي كثير الشك نيه طيب يعني امي استغربت قالت لي امبوسيبل كنت تخيلك تاكل نيه يعني فاليوم عجبتني صراحه يعني مستني راوي اني بوقف خلص مره الجايه هلا وعدتنا راوي خلص وعدتنا على الهواء بدك انت خلص اتفقنا اتفقنا. مثل ما شايفين هون انا سبق وحضرتها بالبرغل الابيض ساده للقطع الكبه وحشيتها لنرجع نفوتها على الفرن. اهم شيء دهنت الصينيه بزيت الزيتون او بزيت النبات هذا الشيء اختياري ومفوتها تقريبا حوالي ربع ساعه على الفرن. هلا انا هون عم بحضر هيدي الطريقه لحتى نعمل حبوب الكبه بهذا الشكل بس على قطع صغار كمان لحتى نكون ورجه نقدم طريقتين تقديم لهذا الطبق حتى انه الاطفال بحبوهم صغار صح صح وهي عاده متعارف عليها بالحجم الصغير خاصه لانه هي فيها كميه كبيره من الدهن يعني فيها كميه دهن عاليه يعني انا اللحم اللي مستعمله هون بالفعل فيها دهن عالي بالاضافه انا لاحكي لها اعطي الوصفه حقها بالتحديد هن وقتها بحضروها ببلاد الشام بحضروها بالشحمه مش باللية فلنضيف لنزيد الدهون اكثر فبيستعملوا الشحمه انا اليوم مستعمل كثير لها جمهور واسع يعني صح صح يعني منهم بتاكلهم امي وانا بيطلع ضغطي بتاكل منها لأنه كثير فيها نسبة دهون عالية جدا عالية عم نحكي فيها الدهن وفيها الشحمة يعني الشحمة حتى أنه اللحمة المستعملة مع البرغل هي لحمة غنم ولا لحمة بقر أنت شو بتنصح؟ هلا أنا بنصح بصراحة بالكبة وخاصة إذا عم نشتغل بالحشوة أنه فيها دهن وفيها شحمة تفضل أنه نشتغل على البقر أكيد لأنه إذا غنم كلها يعني عن جد سكر دسمة بتكون هلا مثل ما شايفين خف من الغنم؟ إيه طبعا هذه بصراحة معلومة ما كنتش عندي فكرة عليها. هلا هون وصلنا بهيدي المرحلة إذا مش شايفين اللحمة كيف، رح ضيف عليها الجوز. الجوز المفروم أنا فرمتهم على السكينة، ممكن تطحنهم بالمكنة وممكن تكسيرهم قطع كبيرة، هذا الشيء كمان اختياري. إضافة الجوز أو الصنوبر. أو الصنوبر. كمان مضبوط، هي الشيء الأساس الضروري إنه إضافة إحدى المكسرات اللي بقلبه. مثل ما شايفين تقلبت اللحمة. هون بهيدي المرحلة أنا صار فيني استعمل الحشوة ماني بحاجة لتستوي كليا لأنه بعد العجينة بدها تفوت على الفرن. هلا أول شي رح حضر القرص الكبة الصغير بنعمل العجينة بهذا الشكل هذا الشكل رح نحطها نرجع هون ونحضر وحدة تانية تانية المفروض تكون أكبر منها والسبب انه نحن بدنا نغطي اول قطعه بالثانيه كمان بنوسعها هيك بنحطها هون بنجيب شوي من الحشوه نضيفهم بقلبها طبعا هيدي القطعه الصغيره بتصير تاخذ وقت اقل بالفرن لانه قطعه صغيره طبعا هون بنرجع بنضيف هاي الحبه عليها مثل ما شايفين انا عم سكر بايدي هون عم بعمل طريقه سهله للمشاهدين يقدروا يحضروها ببيتهم اوكي برجع بشيلها بلش نظبط لها شكلها بالايد طبيعي وقت بنلاقيها بلشت عم بتشقق شوي من فوق اضافه شوي من المي على الايد بنصير ننعمها بهذا الشكل بتصير كلها ناعمه واخذه هذا الشكل مثل ما شايفين هيك صارت القطع جاهزة منحضرهم منضيفهم بالصينية ومنفوتهم على الفرن لحتى يستووا بهذا الوقت رح أرجع لعندكم أمين وراوية وأكيد انترونا بعد شوي نشوف قدي حنعمل عدد حبات كبة راجعين لك شايف لأنه العدد الكل إن شاء الله بش يكون غداء اليوم شكرا ليك فاصل مشاهدينا قصير ونواصل وبعده وباقي فقرات صباح النور فابقوا معنا
نرحب بكم من جديد مشاهدينا ونقول دائما صباح النور وصباح النور لأمين. صباح النور يا توني اللي شنع ولع ولع ببيروت ليلة رأس السنة. أكيد كانت من أحلى الأيام ليلة رأس السنة ببيروت، وخاصة الإيفانت اللي كان موجود بساحة النجمة، كانت الناس كلها موجودة وبيروت احتفلت احتفال حلو ونارت. أنا بين آلاف الموجودين شفتك أنا كهو كنت مبين والضحك الشهير يمكن لأنه بالشاشية التونسية كنت مبين. ونشكر الله أنه رويدة أبو عيد ما خبرتنا أي خبر أمني سيء الحمد لله، أو حذرتنا من الأوضاع الأمنية ببيروت. الحمد لله، الحمد لله. إن شاء الله دائما إن شاء الله دائما. إليك رويدة أبو عيد. شكرا لك توني. إلى موجز لأهم الأنباء مشاهدينا، ونبدأ من إيران. المظاهرات الاحتجاجية في إيران تتواصل لليوم السادس على التوالي، ومقتل 6 أشخاص في هجوم على مركز للشرطة في محافظة أصفهان، إضافة إلى شرطي برصاص مسلح في مدينة نجف أباد. النيابة العامة الإسرائيلية توجه 12 تهمة للطفلة الفلسطينية عهد التميمي، من ضمنها الاعتداء على جندي إسرائيلي باللكم على وجهه قبل أسبوعين وإلقاء الحجارة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة منحت باكستان بحماقة مساعدات تجاوزت 33 مليار دولار على مدى 15 عاما رغم عدم حصولها على شيء في المقابل، متعهدا بوقف تلك المساعدات. زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يهدد الولايات المتحدة ويقول إنه يحتفظ بسر القنبلة النووية على مكتبه بشكل دائم، ويضيف أن جميع مناطق الولايات المتحدة تقع على مرمى الأسلحة النووية التي تملكها كوريا الشمالية. نقاشنا اليوم سيتابع تطورات الاحتجاجية الإيرانية التي تتصاعد وتمتد إلى مدن أخرى. عدد القتلى تجاوز 13 وتم اعتقال المئات. الرئيس حسن روحاني رغم اعترافه بوجود مطالب شعبية محقة حذر من أن الحكومة لن تتسامح مع من يضر بالممتلكات العامة. المظاهرات التي بدأت بمطالب اقتصادية تحول مسارها إلى مطالب سياسية أيضا. ما هو سقف هذه المطالب؟ وإلى أين ستتجه الأحداث الأخيرة في إيران؟ سؤال نطرحه على الكاتب والمحلل السياسي أمين أموري. صباح النور، كل عام بخير وبخير. أهلا وسهلا بك. يعني ككرة ثلج أستاذ أمين تتطور هذه الأحداث، بدأت بمطالب اقتصادية واليوم نرى بأنه هذا المسار توسع أيضا ليشمل المطالب السياسية. برأيك وبتحليلك إلى أين ستتجه الأمور الآن في إيران؟ طبعا اللي حصل مفاجئ للجميع، إن كان بالداخل وإن كان بالخارج، يعني خصوصا أنه من بعد ما كان عمين قال بعد المشكلة مع أمريكا أنه هناك نوع من التصالح بين النظام والشعب والاتفاق على مبادئ واحدة، فبالتالي هذه التظاهرات أتت من مكان يعني لا يشبه حتى ما حصل في 2009، وهي إلى حد كبير ليست بالحجم أكبر من 2009، لكنها بتركيبتها بطبيعة المشاركين مختلفين. بال 2009 كان هناك التيار الإصلاحي في مواجهة التيار المحافظ والتيارات الأخرى، والنتيجة كانت أنه التيار الإصلاحي تلاشى. اليوم المتظاهرين وبحسب الشعارات يبدو أنهم يمثلون كل التيار، من كل التيارات، من كل الاتجاهات، وفوق كل الاتجاهات، وخارج كل هذه الاتجاهات. ولكن برأيك كيف بدأت أستاذ أمين؟ يعني هناك من يقول بأن هذه التظاهرات التي بدأت بمطالب اقتصادية كانت بتحريض ربما من التيار المحافظ، لأن بدأت أيضا من مشهد لمسقط رأس إبراهيم رئيسي المرشح الرئاسي السابق. برأيك هل فعلا هذا الأمر بدأ بتحريض من هذا التيار، ومن ثم ربما يعني الأمور تطورت إلى أمر لا نستطيع أن نفهم أسبابه؟ يعني هناك مشكلة اقتصادية اجتماعية معيشية واضحة، يعني هناك معاناة، هناك أزمة اقتصادية في أكثر من مكان، هناك سوء في توزيع الأموال، كل هذا واضح عند الإيرانيين. واضح أيضا أنه كان هناك خلاف بين التيار الأصولي والتيار المعتدل الممثل بحكومة روحاني، وهذا النقاش بينهما والجدل بينهما كان كبيرا، ولم يكن مستبعدا أبدا أن تكون هناك حركة بالشارع بتوجيه من الأصوليين ضد هذه الحكومة. لكن عندما نزلت هذه التظاهرات إلى الشارع، واضح أن الشعارات التي رفعت السياسية قالت لا للتيارين معا، يعني وبعض المشاركين ربما ينتمي إلى التيارين معا أو يميل إلى التيارين معا. واضح أن الأزمة الاقتصادية الاجتماعية تفاقمت إلى حد لم يعد بالإمكان السكوت عنها. طبعا يأتي إلى ذلك مسألة الحريات، مسألة التعاطي العام،
كلنا نعرف ان الشعب الايراني من 18% من الشباب، وهذا الشباب ينظر الى التحرر، الى الحياه المختلفه، الى المزيد من الحريات، الى المزيد من يعني الانفتاح على الخارج والرخاء الاقتصادي. فبطبيعه الحال هذه الحركه يعني وصلت الى ما وصلت اليها. طبعا لا علينا ان ننسى ان هناك ايضا جهات وعلامات استفهام حول الخارج، دور الخارج في هذا الموضوع، لا سيما اننا امام تختلف هذه التظاهرات عن التظاهرات السابقة في 2009، أن هناك عدا عن المشكلة الأمنية المتداخلة هناك مشكلة في الخارج، هناك قوى أساسية في العالم تشن هجوم واضح على إيران. في مقدمة هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، مع فارق أن في المرة الماضية الرئيس أوباما تعاطى مع هذه القضية كأن شيئا لم يكن، في حين أن ترامب يتصرف بطريقة مغايرة، وواضح أن لديه ما يلفت نظره في إيران، ولديه ما يعتقد أنه من شأنه أن يضغط على القيادة الإيرانية. ذكرت نقطة مهمة أستاذ أمين، تقول بأن إيران لها أعداء خارجيين كثر من الولايات المتحدة إلى دول الخليج العربي، ولكن كأنه هناك لوم من خلال المطالب التي ظهرت في هذه المظاهرات على السلطات الإيرانية وعلى سياستها الخارجية. يعني برأيك اليوم ليس هناك انسجام كلي بين بين الشعب الإيراني؟ يعني هل هناك دراسات أو إحصاءات تشير فعلا إلى عدم وجود هذا الانسجام بين الشعب الإيراني وبين السلطات الإيرانية في سياستها الخارجية؟ كنا نتحدث عن التصالح الذي حصل بين القيادة الإيرانية والشعب الإيراني. معلوم أن إيران عندما تتعرض لخطر خارجي يكون هناك نوع من الوحدة، وفي ظل الأزمة الناتجة عن مطالب ترامب بإلغاء الاتفاق النووي، والكل يعتبر ويجمع في إيران على أن الاتفاق النووي هو إنجاز كبير، فبالتالي كان هناك نوع من التوافق بين الجميع حول هذه المسألة. لكن فيما يتعلق بالسياسات الخارجية، الإيرانيون يعرفون تماما أن جزء أساسي من أموال الدولة تذهب إلى تصدير ما يسمى تصدير الثورة، تذهب إلى لبنان، تذهب إلى حماس، تذهب إلى سوريا، تذهب إلى أماكن أخرى، ويقولون أننا نحن أبدى من هؤلاء بنصيبنا من مقدرات الدولة. يعني حتى الآن، حتى هذه اللحظة بعد زلزال بميان، لا تزال المتضرري الزلزال يقيمون في الخيم، وبالتالي بالنسبة لقسم كبير من الشعب الإيراني هذا شيء لا يجوز، وبالتالي المسألة السياسية الخارجية على ما يبدو لعبت دورا في هذا الموضوع. ولكن هذا السيف ذو حدين، عندما أيضا يتدخل الخارج في هذه مثل هذه المواضيع من شأنه أن يؤدي إلى ردة فعل معاكسة. اليوم مثلا سمعنا ترامب يتحدث عن إيران وكأن إيران كتلة واحدة، وبكلام أعتقد أن الإيرانيين لا يحبون سماع مثله، لدرجة أن الصحيفة مثل نيويورك تايمز نصحت ترامب بأن يصمت، يعني عند تدخله من شأن هذا التدخل أن يعيد توحيد الإيرانيين مرة أخرى في مواجهته. وبالتالي التغيير المطلوب إحداثه من خلال هذه التظاهرات يكون قد قطع الطريق. لكن برأيك أستاذ أمين، لماذا لم يتحقق الرخاء الاقتصادي بعد الاتفاق النووي؟ هل سببه فعلا توجيه هذه الأموال أو جزء أكبر من هذه الأموال إلى الملفات الخارجية؟ في الأساس هناك مشكلة الحصار، يعني نحن نتحدث عن دولة عانت من حصار 30-40 عاما، وبالتالي كانت محرومة من أبسط حقوقها حتى في تصدير نفطها. قلة من الناس تعلم أن إيران الدولة النفطية الكبرى هي تشتري البنزين والمواد الأولية الضرورية في مسألة الطاقة، لأن ليس لديها القدرة على أن يكون لها مصفات وتكرير، لأنها كانت محرومة من مثل هذه المعدات. علينا أن لا يعني نقلل من أهمية مثل هذا الحصار. طبعا السياسات الخارجية إلى ذلك ساهمت إلى حد كبير في سحب كمية كبيرة من أموال الدولة إلى مهمات خارجية. يعني من أين تأتي الأموال التي تذهب إلى حركة الجهاد، إلى حركة الحماس، إلى القوات الموالية، يعني الحرس الذي يعمل في العراق وما إلى ذلك، والمساعدات والدور الكبير الذي قامت به إيران في سوريا، كلها ذات كلفة بالنسبة لقسم كبير من الإيرانيين يعتبر نفسه أنه أحق بذلك. أيضا هناك مشكلة داخلية في مسألة الأموال وهي الفساد. يعني هناك تهم حقيقية لبعض القيادات الإيرانية بأنها متورطة، أو النخبة الإيرانية بأنها متورطة في مسائل وصفقات مالية، وهنا يؤخذ على الجميع، ليس فقط على الحكومة وأعضاء الحكومة، إنما أيضا على المؤسسات الثورية، يعني من يملك حقيقة القدرة على التصرف برؤوس الأموال الإيرانية. وهناك عائلات وأشخاص وأفراد بلغوا
بلغت ثرواتهم رقم كبير. معنا دقيقة واحدة أستاذ أمين، برأيك كيف ستتعامل السلطات مع الأيام المقبلة مع هذه التظاهرات؟ ونحن نعلم بأن القمع في مثل هذه الظروف يعني كأنه يغذي هذه التظاهرات للاستمرار ويطيل في أملها. باعتقادي أنها ستتعامل بطريقتين. الطريقة من جهة ستقمع، ستمارس القبض الحديد، ولدى أيضا السلطات يعني كتلة بشرية ليست بسيطة، ممكن أن يكون هناك شارع في مقابل شارع، وفي الوقت عينه ربما تقدم على تقديم تنازلات أساسية وجوهرية، يعني بمعنى أنها سمعنا روحاني يتحدث على أن الاقتصاد في مشكلة، الدولة في مشكلة، فبالتالي من حق الناس أن تطالب ومن حقنا أن نقدم للناس الكثير، يعني سيكون هناك تنازلات وربما يكون سقف هذه التنازلات إلى حد سقوط الحكومة، طبعا الحكومة وليس النظام، مسألة النظام مسألة أخرى معقدة كثيرة. أستاذ أمين أموري، شكرا لك على حضورك وعلى كل المعلومات القيمة التي أفدتنا بها. شكرا لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وصلنا إلى ختام الفقرة السياسية لهذا اليوم، والآن عودة إلى الزملاء لمتابعة باقي فقرات صباح النور. شكرا لك رويدة، وشكر موصول إلى ضيفك الكريم توني. ظهر لي شفنا برشا فيديوهات سنة 2017، وأحمد ليشمي كان ديما في فقرة هاشتاجز كل مرة طلع لنا بطلعة جديدة. بكفي بال 2017 إنه تعرفنا على أحمد الهاشمي. أي أحسن حاجة. إذا مشاهدينا، من أخبار السياسة إلى أخبار هاشتاج صباح النور مع زميلنا أحمد الهاشمي في فقرة هاشتاج صباح النور. يا اهلا ويا مرحبا، صباح النور. يا صباح النور، اهلا وسهلا. حلو هذا الدلع، يعني ناقصك اطراء، ناقصك ثقه بالنفس. لا والله بس ناقصك عزه نفس. عشني فكرت انا مرآتك يا طوني، بس شوي لان طوني حبيت تطمنا شوي على الهواء، وانا احب كلمه لايف مع طوني معنا مؤخرا. تفضل امين. انا على بما انه اليوم مش تحكي على الفيديوهات الاكثر تداولا، فانا جيت في مخي انه مش فقره هاشتاج صباح النور، فقره فيديو صباح النور. صح تمام. اي والله قاعد افكر فيها. عرف ما في شيء بيمنعك انه تغير اسم الفقره. نحن وعلى 2018 احنا اجمعنا اليوم. اول شيء مشاهدينا صباح النور، اهلا وسهلا بكم معنا، ويا اهلا وسهلا كما هي العاده. اليوم طبعا احنا اخترنا بانه نتكلم عن الفيديوز. البارحه تكلمنا عن، يعني اول يوم بالسنه تكلمنا عن الاهتمام الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي، الصور والاحداث والتفاصيل، الهاشتاجز اللي كانت مرت معنا ب 2017. بالنسبه لي اليوم راح نتكلم عن اهم الفيديوز اللي اثرت على مواقع التواصل الاجتماعي واللي صار بها نسبه كلام ونسبه مهاترات عديده، بالاضافه الى السجالات اللي كانت على تويتر، كذلك الى الهاشتاجز اللي اضيفت. وكما هي العاده راح نبدا باكثر الاحداث اهتماما، وراح نعرض حوالي نصف دقيقه. لو سمحت قبل ما تبلش عندي سؤال، صار لي يومين عم فكر فيه وانت خير من يعطينا الجواب. يومين وماكو واتساب؟ دز واتساب ما مشكله. لا ما نطرت للهواء. الفيديوهات اليوتيوب خفت مشاهداتها لانه صار في مشاركه اكثر عبر الانستغرام للفيديوز وعبر الفيسبوك، يعني خفت مشاهدة اليوتيوب مع رواج وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. قل تعاطيك مع نوع معين من اللحوم لأنك فعليا تحب الباستا؟ يعني بس عمليا توزع الاهتمام. توزع الاهتمام، ولكن المصدر الرئيسي لفيديو كامل رح يكون اليوتيوب. السناب شات، الانستغرام، الفيسبوك، الشباب الطيبة، أي أبليكيشن آخر ما يعتب علينا إذا فعليا ما ذكرناه، ولكن اهتمام الناس يكون على اليوتيوب بواقع أنه يعتبر مصدر رئيسي. الشانلز تكون فيريفايد، يعني أخذ التك الزرقاء اللي فعليا تكون يعني معتمدة. فهذه يعني سؤال ممتاز، لأن هذه الفكرة تؤيد فكرة طول الفيديو باليوتيوب. بس هذا الشيء أتوقع هو أصلا مو موجود على باقي الأبليكيشنز، يعني هي تعتمد قصر الفيديو والترويج أكثر فعليا للأبليكيشن. مثل ما ذكرنا كذلك البارحة السناب شات والفيسبوك ما زالت المعركة محتدمة حتى ببداية 2018. نبدأ مع الفيديو الأول مشاهدينا، والفيديو الأول كان لترامب وقرار نقل السفارة إلى القدس. خلينا نشوف الفيديو. Therefore I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. While previous presidents have made this a major campaign promise, they failed to deliver. Today, I am delivering. I've judged this course of action to be in the best interests of the United States of America
and the pursuit of peace between Israel and the Palestinians. This is a long overdue step to advance the peace process and to work towards a lasting agreement. إذن كان هذا هو الفيديو الأول اللي معانا ترامب وانتشر فعليا كثيرا. شفنا الأحداث اللي صارت, شفنا كمية الهاشتاج, الترتيب لا على التعيين, ولكن حبيت أركز على الفيديوز اللي يعني أنا يعني أثناء التحضير. هذا الفيديو بده ديسلايك وراه. أي واحد شايفين بس لايك. معود خلي رحم الله والدك, بدل ما الواحد يتكلم على الهواء والكلمات نحسب عليه ولا هيك اشخاص. المهم يلا مو مشكله, نيكست اللي بعد ذلك خلينا نتكلم عن مؤتمر اللي عقدته الدول الاربعه اللي فعليا اعلنت فيه موقفها من قطر, واعلنت فيه بشكل واضح حصار قطر عن طريق طبعا ما ادعوا انه هو فعليا يعتبر مقاطعه لقطر. خلينا نشوف الفيديو. نعمل دائما لتكثيف التشاور والمواصلات. قد عقدنا جلسه مشاورات مغلقه وجلسه مشاورات مفتوحه مع الوفود, تم خلالها تناول المستجدات الخاصة بالأزمة مع قطر وكيفية التعامل مع المتغيرات والتطورات المرتبطة بهذه الأزمة. وأتى هذا الاجتماع الذي كان معدا له في السابق متزامن مع تلقي بالأمس الرد من قبل دولة قطر على ما طرح من مشاغل من قبل الدول الأربعة. هادي من جوا المخرج يقول لي هات قيد لك هم كمبيوتر مع العدة اللي معك. أنا بس فعليا حطيت التليفون حتى نشوف الهاشتاجز, لأن أكو أشياء جديدة طبعا ده تطلع. فنحن ما حبينا يوم نتكلم عنها, حبينا بس نسلط الضوء على الفيديو, ولكن يعني بحالة إن إحنا على الهواء فخلينا نستفيد من وجودنا على الهواء وننوه لهذا الموضوع. أول شيء أكو كذا هاشتاج بالنسبة لأحداث طهران اللي حصلت. أكو عندنا الهاشتاج الأول أصفهان بالنسبة للأحداث الدموية اللي صارت. إضافة إلى ذلك أكو هاشتاج بسيج كذلك داخل إطار طهران, كل هاشتاج الأساسي مع إيران, وهاشتاج طهران, وهاشتاج أكو هاشتاج كان لطيف إيران أندرستان, إيران بد حرية إيران, فحتى استخدموا نفس الأسلوب مع الثورة السورية فعليا لما صارت. فهذه بالنسبة للتفاصيل بس بشكل سريع حبينا ننوه ويعني نطل طلة سريعة. إذا كان الفيديو الثاني اللي معانا هو فيديو المؤتمر الصحفي للدول الأربعة لإعلانهم موقفهم من قطر. الفيديو الثالث شو تتوقع رح يكون, أو الفيديو الثالث بعدنا نحكي سياسة؟ بعدنا بالسياسة؟ لا غيرنا على السياسة. شو هذا اللي احنا مستنيين؟ غني الثلاث دقات. لهلا 80 مليون فيوز على اليوتيوب. طبيعي طبيعي, الناس شعوبنا العربية عندها وقت على قليلة بتعطينا مزاج يعني. حلو يعني اشوف هو بالنهايه يعني اختلاف الاراء يكون بهالموضوع. انا عندي راي بانه الناس اكو اشياء اهم على الفيسبوك لازم شوي تنعطى قيمتها. عادي عادي ممكن واحد يتونس عادي, تونس تخاف يعني ما راح احكم معك. بس ما قلت غني لك اياها, غني له اياها. ايش تتوقع بالله عليك شو تتوقع؟ كان عم بيقولوا لنا بدينتنا نور, يعني عم بيقولوا لنا بدينتنا هلا بالخميس. والله نور شعرفك معك زين ماشي اوكي. اذا فعليا الفيديو اللي انتشر ولاقى رواج كبير مش نور ثلاث دقائق وحتى وحتى بيطلع لك ايباد مع معلش انتوا الاثنين لما تكونوا مع بعض خلص انا استسلم. نشوف الفيديو بشكل سريع, الفيديو الاساسي اللي هلا بالخميس ونرجع. هلا بالخميس هلا ويكند عيار هلا بالخميس هاف ا نايس ويك عطى فوق زين اوكي. اذا هذا كان بالنسبه لي هلا بالخميس الفيديو العالم ما بده فرح وما بده استراحه, خلي الناس تتونس. بتعرف انا بصراحه تخيلت من اكثر الفيديوهات يمكن من عنا احنا بالتلفزيون العربي هو فيديو جوجو ويخت بن سلمان. ايه كان من اكثر الفيديوهات اللي حتى خذيتهم باجيت اخرين ونزلوهم. صح صح 100%. وحتى انا حبيت الفكره بانه اللطيف بفيديوهات جوشو, حتى فيديوهات احيانا فيديوهات انا العربي وكذا تشوفها على 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 غير على غير قنوات على غير على غير صفحات على الفيسبوك. هذا الامر يدل على شيء, ويدل على ان الكونتنت الى حد ما ولا حد ما الكونتنت واضح, نكون واضحين الناس طبعا تستفيد منها بواقع سهوله الاستخدام وعدم وجود يعني محددات كبيره له. الفيديو اللي من بعد ذلك شو تتوقع راح يكون صعب؟ هذا الفيديو انت راح تكيف عليه. الفيديو الهاشتاج بي شنو هو؟ سبور؟ لا هاشتاج بيني وبينك دائما نتكلم بيه. بلح. ايوه عليك نور هاشتاج بلح. اذا خلينا نشوف فعليا مشاهدينا هذا الفيديو. طبعا له فيديوهات كثيره, عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري, وطبعا انتقادات الشعب المصري له والرشات الخفيفه اللي دائما يحطوها على الفيديوهات كانت واضحه. معروف بانه هو فعليا يضحك كثيرا احيانا بسبب وبدون سبب, تعبيراته غير واضحه, يتكلم لغه
الناس احيانا يقول هل هذه اللغه لغه عربيه؟ يعني تعليقات كثيره، كميه هاشتاجز اخذها بهالاربع سنين يمكن ما حد كان ماخذها. خلينا نشوف هذا الفيديو اللي كان اكثر تداولا فعليا ب 2017 بين كميه فيديو كبيره، بس هذا الفيديو كان قريب لحسي انا لان حسيت انه يترجم الحاله. خلينا نشوف الفيديو ونرجع لكم. النهارده هو اللقاء الشهري الثالث بنتكلم على ال اقول ايه عشان لكن خليني اقول لكم على حاجه. بال بين وخلال ال يعني زي بقول ده مش ان شاء الله ضياع كثير مركب الفيديو والكثير الكثير معمول فيه ما في عفويه شنو؟ بالفيديو ما لا هي لا العفويه اخذت منه اخذت مركب من هو تركيب يعني اكيد هو يعني حتى جوشون مكفي وموفي فنحن بالنهايه يعني ما راح اتعدى على الزميل جوشون لانه هو فعليا مكفي وموفي بهالموضوع فالزاويه يعني هو على الله على الله خليها طنش بلا ما نعلق. مشاهدينا الفيديو قبل الاخير راح يكون معنا العلاقه بالفخامه والعطل. انت وين تحب تقضي عطلتك؟ يمكن ريتز كارلتون اللي بالرياض مو؟ حلو، شو رايك نشوفك اكثر مشاهد فعليا انتشرت عن ريتز كارلتون واحداث اللي صارت فعليا ب بس هي عطله ابديه كانه ما بترجع ايه ون واي تيكت هذه تكون ون واي تيكت اقول لك شنو هي الديمقراطيه بعالمنا العربي؟ انك تعمل كل الطرق طريق واحد عشان اللي يروح ما يرجعش. نشوف الفيديو ونشوف نرجع لكم. إذن هذا كان بالنسبة لريتز كارلتون. الفيديو الأخير معنا واللي اهتموا الناس به واللي انتقل على أساسه من بعد هذه الحادثة ومن بعد انتشار هذا الفيديو، خلينا نشوف الفيديو سوا بشكل سريع. فيديو عادل التميمي، خلينا نسوي له بلاي لو تكرمتم. هذه اللحظات 10 ثواني، العشر ثواني هذه فقط في هذا الفيديو مشاهدينا دون أي أدنى مبالغة نشطت ما لا يقل عن اكثر من مليون الى مليون ونصف بوست على ما بين فيسبوك وتويتر. طبعا هو اكثر اذا حسبنا ريتويت طبعا، واذا حسبنا البوستات اللي غير البوستات المكتوبه وغير البوست عفوا المكتوبه وغير المنشورات او البوست فعليا اللي كان بها فيديوز. 10 ثواني بهذه الحاله وكل شيء له علاقه فعليا بالفيديوز، اضافه الى الفيديو الخاص بها بالمحاكمه اللي تلفظت فيه بكلمتين تمام الحمد لله. ففعليا هذه الكلمتين كان من المتوقع ان تكون فعليا هي هاشتاج داخل الاطار الافتراضي لمواقع التواصل، ولكن الناس اهتموا بهذا التفصيل. حتى العاده تواصلكم معنا عدني مسلمين. حبيت نشير الى حاجه في ثواني مع قليله الى اكثر الفيديوهات اكثر تداولا كيف بالنسبه للبنان. تفكروا الفيديو نتاع السيد اللي تعدى الى الروشه كان فيديو تداول بدرجة كبيرة. في تونس أكثر الفيديو تداولا كان فيديو يا روسيا جايين، اللي هو الفيديو اللي يحكي على ترشح المنتخب الوطني إلى كأس العالم. تحب أطلع لك الحلقة الجاية يا روسيا جايين مالتك اللي نزلتها على الفيسبوك؟ مشاهدينا اعذرونا بس بأسلوب يعني دائما على أساليب التواصل. أنا طلعت بسرعة شكرا. هذه أساليب التواصل معنا راح تشوفوها تحت مثل العادة. أنا أشر ما عندي شيء بس أنتم عندكم شيء. الحمد لله تمام هاشتاج الحمد لله تمام. تعرفنا وعرفنا المشاهدين عليك ب 2017. شكرا لك أحمد. لا ليش وحتى اذا ماكو وقت يا اخي خليني اطلع اللي بقلبي. ليش هالكبس على قصر الفيديو هو اللي بيعمله اكثر رواجا من هيك دائما مستعجلين. شكرا لك احمد. الى مطبخ صباح النور ولا اشهى. صباح النور. صباح النور مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. هلا بدنا نحضر سلطه مميزه، هي سلطه ثلاث اجبان اللي هي انا استعملت جبنه الدوبلي كرام الحلوم وجبنه البلغاري. طبعا ممكن استبدال جبنه الدوبلي كرام بالجبنه العكاوي الحلوه، هذا شيء اختياري. طريقه كثير سهله، مثل ما شايفين انا هون حطيت على النار جبنه الحلوم عم بشويها، بس تنشوها بدي ارجع اضيفها على السلطه. عندي هون روكا بدي افرمها ناعمه مثل ما شايفين فرمتها هذا الشكل، حضيفها هون عليهم
كمان عندي إضافة صغيرة للركة البرية، ممكن استعمال سبانخ. أنا بالوصفة هلا أكيد حتبقى قدامك على الشاشة حاطط فيها ورق السبانخ، بس للأسف ما كان موجود هلا بالسوق. جبنا الركة البرية مثل ما شايفين. هلا على حطيتهم هو المكونات مع بعضهم، رح أضيف عليهم البصل الجوانح وشوي من زيت الزيتون. هون أول شيء عم بحط هذا زيت الزيتون مع الخس الآيسبرغ والروكا النوعين، ورح بلش قلبهم مع بعضهم بهاي المعلقة. كأنه مؤخرا ظهرت أنواع مختلفة من الخس، صح؟ صح، في كتير أنواع بتنزل هلا جديدة على السوق. يعني بالمقابل صار عم يجي كتير أشياء أجنبية من برا، وهذا الشيء عم بيساعدنا بصراحة بأطباقنا. هلا قلبتهم مع بعضهم، رح أضيف عليهم الفطر مثل ما شايفين. الفطر رح قدمهم نصين لحتى دل حبة الفطر طعمتها ظاهرة. ماني حابب بصراحة أقطع الفطر لقطع كتير صغيرة، لأنه حتبطل مبينة طعمة الفطر، خاصة مع إضافة الخل والخردل. طبعا هيدي النوعين من الحوامض اللي حنضيفها رح تعطي نكهة كتير طيبة مع السلطة. هلا هون برجع بقلب المكونات مع بعضها شوي. رح ضيف اضافة نعناع اليابس، الكمون، طبعا اضافة للملح كمان. انا ملح ما كتير كترت لسبب انه نحن مستعملين ثلاث انواع اجبان. في عنا جبنة الحلوم هي نوع من انواع الجبنة المالحة، فلهذا السبب ما حكتر ملح حتى يكون الطبق الاملاح متعادل فيه. مثل ما شايفين الجبنة اخذت اللون البني، هذا اللون المطلوب. هذا بيعطي اول شيء نكهة اللي فيها هيدا الشحطة الصغيرة من الاملاح، وبنفس الوقت هلا بس لما تبرد ترجع الجبنة بتشد وبتاخد حجمها، بتصير قاسي شوي. إضافة حامض عصير الحامض، حارجع أستعمل جبنة البلغاري. هي أكثر أنواع الجبن ملوحة، طبعا العكاوي وراها دغري الحلوم. عم ضيف جبنة البلغاري بهذا الشكل مثل ما شايفين. هيدا نوع الجبنة بلغاري طبعا بقر، هيدا بيجي مجف ناشف كتير، لهذا السبب بساعدنا باستعماله بالطبق بهيدا الطريقة. نبرشهم بإيدنا، كمية صارت كافية من الجبنة بالغاري. البلغاري طيب مع الشاي، صح. وهيدا الطبق على فكرة السلطة بيتقدم مع الكبة اللي نحن حضرناها، كمان كتير طيب. رح نقلبهم مع بعضهم. أمين، جلسات الشاي كيف؟ جلسات الشاي أكيد أنه تتطلب كما قلت أنت جبنة، مع أنه ولا مرة جربتها لكن جبت لي فكرة أنه تجربها. لما ليه؟ موجود الشاي بقوة بتونس، صح؟ ليه موجود، ولكن يختلف شوية. في تونس عنا ما يعبر عنه بالشاي الأخضر أو الشاي الأحمر، والشاي الأحمر دي ما يكون قوي معناها يعني. تحطه معه قرفة؟ عادة لا، ما تكونش معه القرفة. جربها. خلينا مشاهدينا إذن نمشي إلى فاصل قصير ونعود بعدها لنتابع باقي فقرات صباح النور، فابقوا معنا. بكم من جديد مشاهدينا. تعد هجرة الكفاءات والخبرات أو ما يسمى بهجرة الأدمغة والعقول من أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي، والتي تساهم في حدوث خلل اجتماعي واقتصادي وعلمي أصبحت تعاني منه مجتمعاتنا العربية. وتكتسب هذه الظاهرة أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة في ظل تزايد أعداد المهاجرين العرب، خاصة من الكوادر العلمية المتخصصة، لما لها من آثار سلبية تتمثل في حرمان الدول العربية من الاستفادة من خبرات ومؤهلات هذه الكفاءات. لتسليط الضوء على هجرة العقول العربية ينضم إلينا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من عمان المحلل الاقتصادي مازن إرشاد. أستاذ مازن، كل عام وأنت بخير أولا. كل عام وانت بخير طوني، كل عام وانت بخير لراوية ولجميع مشاهدين. إن شاء الله تكون سنة خير وسعادة على الجميع، وتنسينا هالمآسي اللي مرينا عليها بالسنوات الأخيرة
تحديدا. نعم، هجرة العقول أستاذ مازن، هل من أرقام أو إحصائيات تشير إلى نسبتها هذه الهجرة من الدول العربية خصوصا إلى الدول الغربية وأبرزها الولايات المتحدة وكندا؟ هل من أرقام أكدت عليها المنظمات الدولية؟ صحيح، يعني توني الأرقام الحقيقة صادمة لما نتكلم عن هجرة العقول العربية تحديدا. صحيح أن هنالك ليست هي حكر على المنطقة العربية فيما يتعلق بهجرة الخبرات والكفاءات، ولكن أيضا في جميع مناطق العالم لا سيما المناطق الأقل تقدما. لكن لما نشوف الأرقام، يعني نتكلم عن حوالي ثلث الهجرة العقول العربية، الهجرة فيما يتعلق بهجرة العقول، لكن ثلثهم من العرب الحقيقة فيما يتعلق بهجرتهم من مناطق في العالم إلى دول أكثر تقدما. يعني كل ثلاثة أشخاص هنالك شخص عربي ينتقل من بلده إلى مناطق أكثر تقدما فيما يتعلق يعني كفاءات والخبرات بشكل عام. حتى في على صعيد الطلاب، يعني 54% من إجمالي الطلاب في العالم الذين ينتقلون أو يهاجرون من بلادهم إلى دول متقدمة هم من العرب. يعني نتكلم عن أكثر من نصف الطلاب في العالم هم لا يعودون إلى أوطانهم، يبقون في مناطق أو دول اللي يتحصلون على التعليم ويبقون هنالك من أجل ممارسة أعمالهم فيما بعد عندما يتخرجون. وبالتالي هذه أرقام الحقيقة مرتفعة، وإحنا نتكلم ليس فقط على قطاعات محددة، لكن 50% من هجرة هذه الكفاءات العربية تتركز في مجال الطب تحديدا، 25% في مجال الهندسة، و11% هم من العلماء في مجالات متعددة، الطاقة النووية المتجددة وغير ذلك من أمور. وبالتالي هي بالفعل يعني أرقام، صحيح أنه هي ليست حكر المنطقة العربية، ولكن العرب يشكلون نسبة عالية ومرتفعة، منهم طلاب لا يعودون إلى أوطانهم، ومنهم من فضلوا الهجرة إلى الخارج وبقائهم هنالك. نعم. من أجل طبعا الاستقرار الاقتصادي وغير ذلك. نعم أستاذ مازن، لا شك بأنه الهجرة وهجرة الأدمغة تحديدا نعاني منها في العالم العربي منذ سنوات، ولكن في السنوات الأخيرة وخاصة بعد الحرب على سوريا والعراق واليمن ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير، حتى أنه آخر إحصاء للبنك الدولي أكد بأنه 35% من المهاجرين العرب إلى كندا وأمريكا هم من حملة الشهادة. السؤال هو، في حال هذه الأدمغة تذهب إلى الدول الغربية، هل يتم استغلالها بشكل يعني مفيد لهؤلاء العرب، أم بيتم تعميلها يعني تعمل بربما يعني أثمان رخيصة، ربما لا أعرف المصطلح الاقتصادي الذي يستعمل، برواتب رخيصة؟ صحيح. لا يعني بالمجمل العام راوية، من يهاجر إلى الخارج هو يهاجر من أجل الأفضل. صحيح أنه لا يمكن، لا توجد إحصاءات محددة، بما أن تهجير قسري الذي يحصل. نعم، لكن لو إحنا حسبناها بالأمور بشكل عام، يعني أنت تتكلمين عن وجود عدم استقرار أمني. نعم. صح، عندما قياس التوازن نشوف إحنا هناك موازنة بين من أفضل أن يبقى في وضع حروب أهلية، وضع أمني غير مستقر حتى سياسيا واقتصاديا وارتفاع الأسعار وغير ذلك من أمور. مهما بالنسبة في هذه الحالة تحديدا، وإجابة على سؤالك، أكيد يعني من يفكر في ظل هالظروف الأمنية الصعبة يقيس هذه الأمور بشكل عام، فهو بالتالي هو المستفيد بغض النظر عن إذا كانت مردود الاقتصادي مرتفع أم لا، لأنه أيضا هنالك خوف على حياته في ظل يعني الحروب الأهلية اللي ذكرتيها، الوضع الأمني سواء كانت في ليبيا، في سوريا، في العراق وغير ذلك من مناطق أخرى. وبالتالي مهما كانت المردود المادي، أنا بشوف راح يكون أفضل في ظل الوضع المعيشي الصعب التي تمر هذه الدول تحديدا وغير ذلك. احنا مش بس نتكلم عن الاستقرار الأمني، ولكن أيضا الاستقرار السياسي، الاستقرار الاقتصادي. يعني معظم الأوضاع العربية تنتقل من وضع غير آمن سياسيا إلى وضع غير آمن اقتصاديا، إلى يعني الشكل يختلف، ولكن عدم وجود استقرار بشكل عام
هو اللي بيجعل الشباب وأصحاب الخبرات والكفاءات يهاجرون من أوطانهم إلى دول أخرى متقدمة تتمتع باستقرار أمني، تتمتع باستقرار اقتصادي، وهذا الأسباب اللي احنا بنشوفها مردود مادي أيضا أكثر فيما بتعلق بالدول المستضيفة لهم، وبالتالي هذه الأمور أنا بشوفها من أهم الأسباب اللي بتدفع الشباب العرب، خصوصا مثل ما ذكرتي في سؤالك يعني في وضع أمني غير مستقر وأيضا اقتصاديا واجتماعيا ما يدفعهم إلى 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 الذهاب وعدم العودة إلى أوطانهم. إن شاء الله مع تحسن الأوضاع الأمنية في الفترة الأخيرة قد تساعدهم إلى العودة مجددا. طيب أستاذ مازن، حتى في الدول العربية المستقرة أمنيا وسياسيا نلحظ بعض التفرقة، وكأنني قرأت أن أحد أسباب هجرة العقول وخصوصا الطلاب إلى الدول الغربية، أحد هذه الأسباب التفرقة في بلدهم الأم، حيث أن هناك تفرقة بين من يدرس في جامعات وطنية والآخرين الذين يدرسون في جامعات أجنبية، مما يدعو هؤلاء إلى الدراسة في الخارج للحصول على هذه الامتيازات. ما رأيك؟ يعني هذا أيضا من الأسباب اللي بتساعد أو بتساهم خلينا نقول في هجرة الطلاب تحديدا. تحدثنا عن الطلاب العرب، 54% من إجمالي الطلاب في العالم الذين يهاجرون إلى أوطان أخرى إلى دول أخرى لا يعودون، هم معظمهم من العرب، أكثر من النصف. واضح أن هنالك أسباب ليس فقط فيما يتعلق بالأسباب الأمنية، لكن أيضا أسباب مرتبطة في واقع الأمر في أوطانهم. ذكرت سبب طوني أنه هنالك تمييز، قد يكون هناك تمييز، ولكن هذه نسبة يعني تبقى متدنية. نسبة الطلاب الذين يدرسون في الخارج مقارنة بأعدادهم في أعدادهم الإجمالية الذين يدرسون في بلادهم أيضا تبقى يعني أرقام متدنية. لكن هنالك أسباب متعلقة أيضا في البحث العلمي، عدم وجود تنسيق بين المؤسسات الرسمية وبين غرف الصناعة والتجارة وبين الجامعات. نعم. في هذه البلاد فيما يتعلق بمخرجات العمل يكون هنالك عملية تنسيق بين سوق العمل والتحصيل العلمي، لا تزال التخصصات العلمية والعملية لا تزال تقليدية في أوطان العربية، تركز على مجالات محددة، وهذا ما يشجع الطلاب العرب تحديدا إلى الهجرة إلى الخارج من أجل يعني أن يعملوا في مجال تخصصهم تحديدا. نعم. طيب إذا أردنا الحديث عن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الحكومات العربية أو السبل للحد من نزيف الكفاءات الذي نعاني منه كمجتمعات عربية لو سمحت. نعم، يعني راوية ذكرنا عن الأسباب، وبالتالي إيجاد حلول للأسباب اللي ذكرناها فيما تعلق يعني حتى لو تحدثنا عن البحث العلمي لا توجد حرية، هنالك الطلاب الحقيقة وحتى أصحاب الخبرات والكفاءات مقيدون بأنهم لا يوجد لهم متسع من الحرية من أجل البحث بالسبل العلمية الصحيحة، وبالتالي عندما يذهبون إلى الخارج يمتلكون المزيد من الحرية من أجل يعني البحث العلمي. أن يكون هناك عملية تنسيق أيضا بين الحكومات العربية وبين الجامعات وبين غرف الصناعة من أجل استحصال أو استخراج يعني تخصصات جامعية جديدة، مشاريع كبرى مهمة. نعم. أن تكون في الأوطان العربية من أجل أن تساعدهم في مجالات العمل مستقبلا بعد التخرج. يعني الهدف والحل هو إيجاد سياسات اقتصادية متكاملة. المحلل الاقتصادي مازن إرشيد كنت معنا من عمان مباشرة، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا فيكم وكل عام وانت بخير مجددا. وانت بألف راوية ما بنيك تهجري. أنا معك، خليكي معنا، باقية دماغي صامدون، ما بدنا هجرة دماغي خصوصا صامدون. سنتعرف توني الآن على أيضا فنان هاجر إلى بلاد الاغتراب، ولكن فنه وصل لعالمنا العربي، فيعتبر مشاهدينا فن الجرافيتي بتعريفه العام تعبيرا حرا يسعى للإعلان عن موقف أو فكرة من مكان ملحوظ أو معروف كالجدران الموجودة في مراكز المدن أو الباصات وغيرها. صحيح راوية، كما ذكرتي الشاب الفلسطيني رائد أبو كويك المقيم في بلجيكا وضع لمساته من خلال فن الجرافيتي على جدران دير تشارتروز بمدينة ليبش البلجيكية، مستعملا الهاشتاج الذي أطلقناه عبر التلفزيون العربي القدس عاصمة فلسطين الأبدية. هذا التقرير.
شاب فلسطيني يسعى بالفن لترسيخ هوية القدس العربية. من خلال درس اللغة الفرنسية تحدثت المدرسة عن هذا المكان شارتروز، الذين يأتون الفنانون الجرافيتي لرسم أفكارهم بحرية، فأنا كفلسطيني إيش في عندي غير قضيتي، قضية فلسطين. في هذا المكان بتذكرني في واقع قطاع غزة ومحل من دمار بسبب الاحتلال الإسرائيلي. اخترت هذا الباب حتى أرسم عليه لأنه بيشبه كتير أبواب احترقت بهذا الشكل في قطاع غزة. الكثير من الفنانين بمارسوا فعل المقاومة من خلال أعمالهم الفنية. الفن قادر على إحداث التغيير أكثر بكثير من ما تستطيع البندقية. ما راح أقدر أنسى هذا الموقف اللي حصل في حي الشجاعية. تم قصف سيارة مدنية وما قدرنا نصل للمكان إلا من خلال سيارات الإسعاف، وعندما وصلنا المكان أيضا تم قصف سيارات الإسعاف مرة ثانية وامتلأ الشارع بأشلاء الضحايا. في حسابات المسافات تبعد جدران المسجد الأقصى عن هذه النقطة ما يقارب 3000 كيلومتر، ولكنها بالفن تساوي جملة من 4 كلمات: القدس عاصمة فلسطين الأبدية. يعني فن الجرافيتي بيزين شوارعنا الملوثة بعض الشيء. يعني مش بس عنا هجرة أزمغة، عنا هجرة فنون أيضا ومواهب فنية جميلة جدا. بس لك عم بوصل القضية الفلسطينية ولو من وهذا دور كل العرب المتواجدين ببلاد الاغتراب. بداية تقدم، استمرارية نجاح، عبارات بدأنا بها حلقتنا لليوم، وسنكتشف الآن معا أهمية الأهداف التي تحملنا من نقطة البداية إلى نهاية الحلقة. إلى نهاية الحلقة. في البداية والنهاية ندعو إلى النجاح. صحيح توني، نصائح خاصة بسبل الوصول من البداية إلى النجاح، نتعرف عليها مع المدربة على تطوير الذات بولا حايك ضمن فقرة استشارة. صباح النور بولا، وأهلا وسهلا فيك بأول حلقة من السنة الجديدة. صباح النور أول شيء، وينعاد عليكم، وإن شاء الله هالسنة بتجذبوا كل الأشياء اللي أنتوا عبالكم تعملوها الإيجابية. بداية، ما أهمية أن نضع هدف ببداية هذه السنة؟ أنه نحط هدف قدامنا هي شغلة كتير مهمة، لأنه بتعطينا حافز وأمل بالمستقبل، وهذه شغلة نحن بحاجة لها لحتى نستمر. بس بدي أوضح شغلة، أنه أغلبية العالم بتحط مقابلة حلم، وفي فرق كتير كبير بين الحلم والهدف. يعني إذا ما حولنا الحلم لمقومات الهدف هون منفشل.
يعني بدي أعطي مثل صغير بس حتى تكون الخبرية واضحة. يعني منجم نقول مثلا على أول السنة كلنا أنه بدنا نضعف مثلا وبتوقف الأمور هون ومنفكر أنه نحن حطينا هدف، بس هيدا منه هدف، لأنه ليصير اسمه هدف بده يكون أول شيء بده يكون واضح ومساغ بطريقة إيجابية. يعني أنا ما في أقول ما بدي يكون ناصح، راسي ما بيفهم السلبية، بدي أقول أنا بدي أضعف، بدنا نتعلم نقول الأشياء يلي بدنا إياها مش الأشياء يلي ما بدنا إياها بطريقة. أول شيء. تاني شغلة بده يكون هيدا شيء ممكن، يعني أنا ما في أقول أنه أنا هيدا السنة بدي أضعف 30-40 كيلو مثلا، هل هالشيء عدم المبالغة بوضع الهدف؟ صح، بدنا نكون حاطين توقعات منطقية يعني للهدف تبعنا. وتالت شغلة بده يكون محددين المدة الزمنية تبعه، يعني إمتى ببلش؟ بدي بلش باثنين كانون الأول، خلص بواحد حزيران مثلا، وإلا فيها تجر معنا كل السنة وكل السنين وجمعة الجاي وبعدين وكذا. فبدي يكون محدد بالزمن، وبدي يكون أنا حدا ملتزم بهيدا بالهدف تبعي وبتحقيقه. هون تكون أنا عملت هدف حقيقي. يعني كأنه قبل وضع الأهداف مفترض نعرف أنفسنا، نعرف طاقاتنا ومحدوديتنا على أساسها نوضع أهدافنا. طيب الأحلام الوردية، يعني أنتوا ما بتشجعوا عليها، بتبقى وردية؟ ممكن تثبت بالصدفة، بس ممكن كتير نعرضها للفشل إذا ما حطينا لها خطوات عملية. نعم، وطبعا التحقيق بعيد الأمد ببلش بخطوات صغيرة، يعني ما ننطر المستحيل بفترة زمنية قصيرة، صح؟ هيدي شغلة كتير مهمة، قصة تحديد الوقت وقصة أنه نحقق الهدف. نحن بدنا نحقق الهدف بآخرة المطاف، بس في أوقات كمان ما منوصل للهدف اللي بدنا إياه، والثغرة بتكون مش بالإشياء اللي بتصير معنا من بعد وضع الهدف، هي بالإشياء مثل ما قلت من شوي بالوقت اللي بيسبق وضع الهدف. هل نحن جاهزين كفاية نفسيا وجسديا لنحقق هيدا الهدف المعين اللي نحن حاطينه لألنا؟ هل عملنا الصيانة الذاتية مثل ما لازم؟ الإمكانيات تبعنا، يعني كل اللي عنده سيارة بيخدها من وقت لوقت على الجراج ليعملها صيانة، إذا منزوع فيها شيء بيزبطه، وإذا حتى كمان يستبق ما تقطعه بنص الطريق. نعم. فبهيدي الحالة نحن كمان لازم نعمل مع حالنا نفس الخطية. انطلاقا بولا من اللي عم تقولي، ما هي الخطوات التي يجب على أي إنسان أن يتخذها مع نفسه ومن خلال تصرفاته للإكمال بهذا الهدف أو عدم التخاذل فيه؟ يعني مزبوط، هيدي اللي منتعرض لها ثلاث أرباع الوقت، ومنفكر أنه القصة كلها هي من بعد بالإشياء صارت معنا من بعد وضع الهدف. ممكن نتعرض لشيء وقفلنا الهدف تبعنا، بس الأساس الكبير اللي بنبني عليه قد ايه بنبني أرضية جاهزة، قد ايه نحن بنكون عم نساعد الهدف تبعنا يتحقق. يعني قصة الجهوزية قبل، اسأل حالي مثلا هل أنا عندي وقت كافي لحقق هيدا الهدف؟ هل أنا بكون عم بأذي حدا من اللي حوالي إذا أنا عم بشتغل على هيدا الهدف وممكن يوقفني هيدا الشيء بمرحلة ما؟ هل أنا جسديا مرتاح كفاية أو ما عندي أي مشاكل جسدية بتوقف أنه أقدر أشتغل على هيدا الشيء؟ هل أنا سترست كتير؟ عندي سترس؟ عندي اكتئاب؟ عندي حالات نفسية بتمنع هيدا الشيء؟ لما أنا بفكر بكل هو وبجهز حالي لهيدا الشيء، ساعتها أنا بقدر فوت على الهدف وأعطيه أمل كتير كبير أنه يتحقق بعدين. طيب على الطريق نحو تحقيق الهدف، هل ممكن اكتشف أهداف جديدة ما كنت واعي عليها؟ يعني هل ممكن حول مساري واتجرأ أنه حول مساري، ومش أنه ضل هالقد معند بأنه إما هذا الهدف أو لا، مصر عليه؟ مزبوط، هي الأكثر مرونة هو الأكثر نجاحا بالحياة. فكيف بتجي الحياة معنا؟ نحن بدنا نحول الطريق تبعنا، وبدنا نعرف أنه كل يوم منوعة فيه على كوكب الأرض هو فرصة جديدة لبداية أهداف في جديدة، في مفاجآت طبعا. فأنا كل يوم الصبح بدي يكون عم بتعامل بطريقة مرنة مع الأشياء اللي بتستجد معي، يا بكفي طريقة مثل ما أنا كنت مفكر، يا برجع بزيح الخط لحتى أخذ خط جديد. نعم. طب شو الأخطاء الشائعة اللي بيقع فيها كل شخص فينا بدءا بوضعه لهدفه خلال هذه السنة ومرورا بكل الأحداث اللي بيمرق فيها؟ هي مش قصة خطأ وعدم خطأ، القصة هي كلها أنه نحط هدف، يعني
أهم شيء ما نوقف نحط أهداف، هيدي أهم شغلة. وتاني شغلة التوقعات تبع الأهداف هي أهم شغلة، الجهوزية تبعولنا لحتى ما نعرض حالنا نحن لخيبة أمل بعدين، ما نعلي السقف دايما، ما نعلي السقف. هيدي كتير مهمة راوية، أنه ما نعلي السقف أبدا، تكون أهدافنا حقيقية واقعية. صح، نعم. وفي ناس كتير يعني يمكن الرحلة سفرة بمنتصف السنة تكون هدف بالنسبة لهم وبيشتغلوا عليها، هيدي بتطلعهم من الملل، يعني كأنه عدو الأهداف هو الملل. مزبوط. لوين ممكن يوصلنا الملل؟ الملل بيوصلنا لمطارح أبعد بكتير ما نحن ما نفكر. كرمال هيك التخطيط شغلة كتير مهمة، كرمال هيك التخطيط بيعطينا حافز، بيعطينا تنظيم لحياتنا، نكون ناطرين شيء بده يجي بعدين. بس كمان ما نخطط زيادة عن اللزوم لأشياء ما ممكن نحن نصير، يعني على طول في يكون في التوازن. البالانس هو سر من أسرار الأشياء اللي نحن عم نعملها بحياتنا. جميل. في نصيحة أخيرة بتقدميها لكل المشاهدين؟ نصيحة الأخيرة بحب أقول أنه خططوا لحتى تضلكم مبسوطين بحياتكم، ما تزيدوها، لأنه لما منزيدها مثل كل شغلة بتبطل نعمة، بتصير نقمة للمستقبل. وخلي التوازن كل الوقت هو رفيق الموقف. في ناس بحبوا المفاجآت، يعني بخططوا من جهة بس من جهة تانية بيتركوا للحياة مجال إنه تفاجئهم. هيدي شغلة كتير طبيعية، لأنه إذا كان كل شيء مخطط مسبق هون كمان رح نرجع قصة الملل اللي إذا كنت عم تحكي عنها. هيدي اللذة بالحياة، المفاجآت هي بتعطي للحياة لذة. مزبوط. شكرا بولا، ولا مره بتفاجئينا، انت دائما بتغنينا. المدربه على سبل تطوير الذات بولا حايك، شكرا لك وكل عام وانت بخير. مشددا فاصل اخير، نعود بعده مشاهدينا لمتابعه اخر ما تبقى من صباح النور. إذن شكرا لك شيف على هالأطباق الشهية اليوم، سلطة وكبة وأطباق دسمة يمكن، ومشاهدينا بهالأطباق هذه الحلوة. انتهى مشوارنا لصباح النور من بيروت لليوم، ولكن زملائنا في لندن بانتظارنا بالتأكيد وبانتظار هالأطباق. شيف طبعا شاف خبرنا أكثر شو بتحتوي. طبعا الكبة مثل ما شايفين أنا قصيتها لوجيكم كيف داخلها، هيك حتكون داخلها بقلب اللحمة. طبعا المكونات كلها والجوز بقلبها، فحتعطي نكهة كتير طيبة. كمان حضرت السلطة، خلطت مع الجبنة البلغاري والجبنة الدوبل كرام، خلطتهم مع الصلصة مع جبنة الحلوم من فوق. صح، وجبنة الحلوم على الوجه مع الرمان وشوي من زيت الزيتون، هيك لناخد لمعة صغيرة على السلطة. هي كبة بالصينية، كنت عم فكر جيب لك صينية وقول لك كبة بالصينية. شكرا لك شيف. إذا مشاهدينا إلى لقاء جديد غدا من بيروت، لكن المشوار مستمر من لندن، ومعنا اليوم أمال وأحمد. أحلاكم زملائي في بيروت، تحياتي لكم وصحة وهنا مسبقا على الكبة. شكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير. طبعا صباح النور، شكرا لكل زملائنا في بيروت. يعني ما بيكفي اليوم دائما، رائعة فعلا دائما يعني، لكن هي المشكلة لأنه ما بيكفي استفزازاتهم يعني اليومية بموضوع الأكل، لكن حتى الشيف اليوم استفزنا بشكل يعني راقي. صباح خير يا صباح الورد. إذن صباح النور مشاهدينا وكل عام وأنتم بألف خير، عام جديد وإن شاء الله ما يكون طبعا مرض جديد، لكن هذا هو الحال يعني فعلا. نعم مشاهدينا، مرض جديد يطال الصحة النفسية والعقلية، سببه الإدمان على الألعاب الإلكترونية. صحيح أحمد، للأسف فقد أضافت منظمة الصحة العالمية مؤخرا من ضمن الأمراض العقلية مرض اضطرابات الألعاب. يعني منظمة الصحة تعتبر هذا المرض حالة صحية خطيرة يجب الوقوف عندها فعلا وعلاجها. صحيح أمل، كيف يمكن الإصابة به وما هي طرق العلاج؟ أسئلة عديدة نناقشها مع ضيفنا ضمن موضوعنا اليوم. نصطحبكم مشاهدينا في جولة في سوق واقف بمدينة الدوحة، حيث بدأ مهرجان الربيع. احنا لسه عنا شتاء ما بلش. طبعا مشاهدينا نكشف لكم أيضا سر وجود الغربان في قلعة لندن، أو ما يعرف بقلعة صاحبة الجلالة. مشاهدينا ندعوكم لمشاركتنا أراءكم عبر صفحة تلفزيون العربي الترفيهي على فيسبوك، وأيضا على منصتينا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتحبه طبعا أمال، اللي هو إنستغرام نمبر 1، بعدين تويتر.
الآن ننتقل إلى صلب نقاشنا حول مرض العصر الجديد. الإدمان على الألعاب الإلكترونية ليس بالأمر الجديد، لكن الجديد والذي صدر حديثا هو إدراج مرض اضطراب الألعاب ضمن لائحة الأمراض النفسية المتعارف عليها من قبل منظمة الصحة العالمية. صحيح أمال، وقد أفادت استطلاعات للرأي أن 10% من مستخدمي ألعاب الفيديو يقضون أكثر من 10 ساعات، وذلك قد يؤثر بشكل سلبي على ذاكرة المستخدمين وأيضا على أجسادهم ونفسيتهم. طبعا يمكن للحديث مشاهدينا أكثر عن هذا الموضوع تنضم إلينا الدكتورة النفسية سحر طلعت. أهلا بك دكتورة. صباح. يعني صباح النور وكل عام بخير. بخير كل عام بخير. يعني هناك وضع موضوع الاضطرابات العقلية التي تحدث عن جراء الإدمان على الألعاب الإلكترونية ضمن قائمة مرض للألعاب. نعم. هي منظمة الصحة العالمية عندها دليل أو عندها كأنه يعني تصنيف لكل الأمراض الجسمانية والعقلية، فهي حديثا في آخر نسخة أو آخر طبعة منه أو آخر يعني تصنيف نزلت أدرجت هذا الاضطراب كاضطراب ضمن ال. لكن هو تحديث للقائمة، هم لم يحدثوها منذ هي بتحدث ده الإصدار الـ11. لكن على أي أساس دكتورة يتم تصنيف هذه الألعاب ضمن أو مدمني الألعاب ضمن قائمة الأمراض النفسية؟ الألعاب هذه لم تكن يعني جديدة، ربما عرفت منذ 80s القرن الماضي، لماذا الآن؟ هو عموما في اختلاف بين العلماء، وهو لو احنا بنتكلم هم في تصنيفين، لو احنا بنتكلم على الأمراض العقلية في تصنيفين، عقلية ولا نفسية؟ العقلية والنفسية. في تصنيفين، في التصنيف الأمريكي وفي التصنيف كأنه الأوروبي أو التابع لمنظمة الصحة العالمية، والتصنيف التابع لمنظمة الصحة العالمية ده بيدرك كل الأمراض، بعكس التصنيف الأمريكي اللي بيختص فقط بالأمراض العقلية والنفسية. حتى الآن التصنيف الأمريكي لم يدرج هذا الاضطراب كاضطراب ضمن الاضطرابات، بعكس منظمة الصحة العالمية. وفي اختلاف على أنه يعني في حاجات إيجابية لإدراجه وفي حاجات سلبية. فلو احنا بنتكلم على أنه يكونوا أدرج، ده معناها أنه هيئة التأمين الصحي هتعتبره مرض أو اضطراب وتدفع مصروفات علاجه. يعني كنت
أركز على هذه النقطة دكتورة. يعني منظمة الصحة تحدثت عن أنه يجب أن يكون هناك علاج، يجب أن يكون هناك حتى مراكز علاج أو دكاترة مختصون في هذا العلاج. يعني وفي مواصفات، مش كل حد بيلعب جيمز، يبقى يعني لازم في مواصفات، لازم إنه يبقى بيلعب بشكل أكتر من اللازم، لازم يبقى في تعطيل لحياته، فده مأثر على دراسته. هل في معايير معينة مثلا إذا تجاوز 10 ساعات إذا تجاوز؟ لا، مش يعرف إنه مش حتى الآن لم يصنفوا عدد ساعات، ولكن هم اللي قايلينه انه يبقى اكتر من 12 من 12 من 12 شهر لا من 12 شهر يعني ان هو يبقى بقاله اكتر من 12 شهر على هذا الحال، وانه يكون في تاثير على حياته، عمله وحياته الاجتماعيه ودراسته، خلاص بقى تقريبا ما بيعملش حاجه في حياته غير ده. طيب دكتوره، من خلال خبرتك يعني، هل يعني هذا بما انه عدوه مرض، هل هناك يعني حالات، هل هناك يعني مثلا ممكن الواحد يكون عنده أعراض معينه، يعني ليس فقط هو اضطراب كما تحدثنا، يمكن يؤثر جسديا وايضا نفسيا، لكن هل هناك ممكن الاهل يعرفوا انه مثلا هذا الطفل عم بيعاني من بعض الامور، ممكن نحتاج او اللجوء الى اخصائي او دكتور؟ هو في هذه الحاله هتبقى حياته متعطله، يعني ان هو لا بيذاكر ولا بيخرج، ورافض تماما انه يعمل اي انشطه اجتماعيه، ملوش اصدقاء، حياته كلها بقت العاب الكترونيه. لما يحصل ده يبقى حياته كلها متوقفه، هنا احنا بقينا في سلوك ادماني، يعني ممكن يسيب الاكل ما ياكلش ويلعب، ممكن ما يخرجش ويلعب، ممكن تدريباته ما يعملهاش ويلعب، ممكن مذاكرته ما يعملهاش ويلعب. يعني لما تتحول حياة الشخص اللي هي لأنها تبقى تقريبا في يعني في سلوك إدماني وقهري، هنا بنقول انه بقى فيه مشكله. لكن ايضا عندما نتحدث دكتوره عن الخطوره، الامر لا يتعلق في بعض الاحيان فقط بالادمان ولا ربط الحياه والانعزال عن الحياه الاجتماعيه فقط، اصبحنا نسمع عن خطوره والعاب قد تؤدي الى الانتحار، العاب تؤدي الى انتحال شخصيه اخرى، الى انفصام شخصيه الطفل. حدثينا عن هذه يعني اذا كانت حسب اللعبه نفسها. وهنا انا يعني يمكن احنا بنتكلم على انه الاهل والشخص، يعني الاهل مع اطفالهم والشخص نفسه مع نفسه، هو محتاج يبقى عنده استبصار وشايف نفسه وشايف هو بيقبل على ايه وايه اشكال الالعاب اللي هو بيلعبها. يعني مش انه الاهالي يفرحوا انه الطفل بقى مشغول باللعبه اللي بيلعبها وتبقى لعبه خطيره، لا، انا بجيب ايه لابنائي؟ هل فيها قتل؟ يعني فكره انه يبقى العنف سائد والدم سائد، ده بيخلي الطفل يعتاد على ده. يعني هذه وقفه للاهل لحتى يكون هناك وعي لديهم. نعم. حتى أنا يعني أن, ان يراقبوا موضوع الالعاب، وانه هو في يعني هو حتى الان ما نقدرش نقول انه الدراسات اكدت 100%، ما زالت الدراسات مختلفة انه اكيد 100% انه في تغيرات في كيمياء المخ، ولكن على الاقل الدراسات بتنصح انه زي ما يبقى في نشاط الكتروني، احنا محتاجين كمان يبقى في نشاط في الطبيعة. يعني طيب دكتورة عذرا، يعني انطلاقا من ما ذكرته امال عن موضوع الانتحار، لانه هناك سجلت عادات حتى في الجزائر كان هناك حالة انتحار، لعبة الحوت الازرق. نعم، لعبة الحوت الازرق. نعم، لكن يعني هل اريد ان اسال عن الاضطراب هذا، هو بشكل يعني خاص الاضطرابات العقلية التي تحدث للاطفال، ما مدى تأثيرها؟ ما مدى هل تأثيرها على النمو الجسدي والنفسي والعقلي؟ مدى تأثيرها على مثلا المستقبل أو الحياة أو المجتمع بشكل عام؟ طيب هو خليني أقول من هنا أنه خطورة أن أنا أو يعني حاجة من سلبيات أن أنا أقول أنه ده تشخيص تشخيص مرضي، ان انا هختزل الانسان في تشخيص، فانا بدال ما اقول ان هو انسان يعاني من مشكله هبتدي اتكلم على ان هو مدمن للالعاب. وهنا ده بيرجعنا لانه لا، هو الانسان كله متكامل، فمفيش حته هتتاثر والباقي مش هيتاثر. يعني لما عقله هيتاثر نفسيته هتتاثر، هيجي له اكتئاب، هيجي له توتر حسب اللعبه اللي هو بيلعبها. يعني لو هو بيلعب لعبه تعمل له توتر علشان يحقق اهداف، هيبقى متوتر بزياده.
وده هيأثر على جسمه وهيأثر يعني هيأثر على علاقاته وهيأثر على كل حياته بشكل سلبي هيأثر على العائلة على أكله نعم. مثلا أو التزامه بمواعيد الغذاء فبطبيعة الحال رح يأثر أعتقد لا وحتى مجرد إن هو يبقى متوتر طول الوقت فده بيعمل عبء على كل أجهزة الجسم لكن هل هذا دكتورة يلغي الفوائد الأخرى التي كنا نسمع عنها بالنسبة لألعاب الفيديو خاصة فيما يتعلق بتفاعل الطفل تشجيع موضوع الإبداع عنده وهذه الأمور هل يمكن أن يلغي فوائد الألعاب؟ لا لا يلغي فوائد الألعاب خلينا نقول إن هو في قاعدة عامة كده كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده فهي لما بألعب بالمعقول أما يبقى في وقت معين حسب سن الطفل يعني دلوقتي الناس بتتكلم أو يعني في دراسات بتتكلم على إنه الطفل الصغير قوي ما يتعرضش خالص أو يتعرض لفترة قصيرة جدا للشاشات يعني الطفل تلفزيون بشكل عام شاشات بشكل عام يعني مش أكتر من نص ساعة في اليوم كل ما بيكبر كل ما ممكن يبقى مسموح بس في النهاية برضو هي احنا بنتكلم على ساعة ساعتين مش انه قاعد 12 ساعة ولا 14 ساعة قدام الشاشات لما يبقى بيعمل ده ولما بختار الألعاب اللي فعلا بتحقق هذه الأهداف يبقى أنا باخد الفوائد صحيح. لما سيبه طول الوقت وأي ألعاب هو بيلعبها هنا هبقى باخد الخسائر ويمكن يكون مفيد انه اشراك الطفل في ده يعني بمعنى انه لو هي جت بسلطة من الابوين ممكن ان هم يرفضوا انما الطفل لما نبتدي نتكلم معاه في البيت وفي المدرسة وفي اكتر من مكان فهو بنفسه يبتدي يشوف خطورة ده ما يحسش انه مفروض عليه فكأني بنمي عنده الوعي ان هو يبقى يستطيع ان يختار لكن المشكلة هنا نحتاج إلى مراقبة مرة أخرى يعني موضوع المراقبة مهم جدا طبعاً لكن طبعاً. أعود إلى نقطة ذكرتي قبل قليل دكتورة موضوع أنه يجب أن يكون هناك معاينة للشخص أو للطفل أو للمريض في حال ممكن أنه يعني نتحدث عن هذا بأنه مرض أم لا كيف يتم هذه العملية هل يتم مثلا الأهل عندما يروا مثلا بعض الأمور غير صحية على الطفل أن يذهبوا إلى الدكتور وعندها الدكتور يشخص الحالة إن كانت مرضية حسب لأنه الصحة العالمية طبعا يعني في النهاية من يشخص من يستطيع أن يشخص هو الطبيب لن يستطيع أحد غيره التشخيص وده هنا برضو يعني الفكرة أنه مع زيادة الوعي بالأمراض النفسية والأمراض العقلية ابتدينا نطلق أحكام احنا يعني احنا كناس بنطلق على بعض أحكام فتلاقي اللي قاعد لا ده مدمن انترنت ده مدمن تسوق لا هذا التشخيص هو المخول به فقط هو الطبيب لأنه موضوع الإدمان صار عندنا يعني على صحيح. على رأس كل لسان وهذا إطلاق الأحكام قد يشيع هذه الثقافة عند المجتمع إنه إحنا مش فإذا وجدنا أي يعني هي الفكرة إنه إذا وجدنا أي مشكلة وبالذات في أطفالنا أو أنا إذا يعني أنا إذا وجدت شيء في نفسي على الأقل أذهب ولو جلسة واحدة للتشخيص فقط لأطمئن هذا الأمر دكتورة ينطبق فقط على الأطفال أم أنه يعني لا يختص بفئة عمرية معينة أنا أعرف شخصيا ناس بالغين لكنهم مدمنين فعلا لا على يختص بفئة وأعتذر عن كلمة مدمنين رجعت وقعت في نفس لا يختص بفئة معينة طبعا بفئة سنية معينة أي سن حصل فيه هذا هيبقى في هذه المشكلة طيب دكتورة هل لا أعرف إن كان يعني هناك تفسير أكثر للموضوع هل سيكون هناك علاج هل سيكون هناك مراكز طبية هل سيكون مثلا في كل مراكز طبية دكتور مختص في موضوع العلاج أم أثني على كلامك أحمد خاصة في بلداننا العربية ربما لا يوجد عندنا دكاترة بالأصل لا حتى لا نظلم يعني لا أكيد الدراسة طبعا يعني لتوصل في بلادنا العربية ولا يتم أخذها على محمل الجد ربما يحتاج ذلك وقتا طويلا صح طيب هي الفكرة أنه هو تاني هنرجع لأنه هو إدمان وسلوك قهري ولو احنا كنا حتى اتكلمنا في حلقة على الاستهلاك وقلنا انه هو ادمان وسلوك قهري وانه السلوكيات الادمانية والسلوكيات القهرية بتبقى محتاجة علاج حتى لو احنا مش رايحين على علاج الفيديو جيمز تحديدا ولكن انا يعني وكأنه احنا محتاجين نشوف ما وراء ده
ودي احد المشاكل الاخرى اللي العلماء بيتكلموا على انه انا لما احط تايتل لما احط تشخيص ده هبتدي اتعامل مع هذا التشخيص بدون ما اشوف السبب اللي وراه. هو الحقيقه انه السبب اللي وراه انه الشخص اصلا عنده قابليه انه يبقى مدمن او عنده سلوك ادماني وده نتيجه ان هو اما انه مش حاسس بالامان او عنده احتياجات غير ملباه وبالتالي لما بعالج الجذور ممكن ان انا اعالج. لكن اعتقد دكتوره انه الامر ما هوش سهل كثيرا. يعني الادمان لما نسمع هذه الكلمه هي كلمه مرعبه، يعني كانك تخلصت من استقلاليه شخصك واصبحت تابع لشيء معين. صحيح. فهل من السهل ان يعود الاهل بطفلهم المدمن على هذه الالعاب الى نقطه البدايه؟ وهل فيه يعني طرق سهله يمكن ان توجهيها للاهل انه اذا وصل ابنكم او طفلكم لهذه المرحله كيف يمكن اعادته الى حياته الطبيعيه؟ هنا يمكن انا عايزه اقول بس حاجه بسيطه قوي، يعني هشرحها بايجاز شديد. هو في كلام دلوقتي، في نظريه جديده بتتكلم على انه الجهاز العصبي بتاعنا كانه مستويات. في اعلى مستوى اللي هو المستوى بتاع الانسان ده اللي هو المستوى بتاع التفاعل الاجتماعي. والمستوى لما يبطل تفاعل اجتماعي، لا ده اعلى مستوى اللي هي المستوى، يعني هم كان هم ثلاث مستويات اسمها بولي فيجل ثيوري او يعني الابحاث لقت ان هو وكانه الانسان عنده ثلاث اجهزه عصبيه. ففي المستوى الاعلى ده بتاع الانسان ده اللي هو بتاع التفاعل الاجتماعي. في المستويات الأدنى في المستوى بتاع الحيوانات اللي هي بتحارب أو بتهاجم أو بتهرب، والمستوى الأقل اللي هو بتاع الأقل مستوى اللي هو بتاع الزواحف اللي هي لما بتهاجم بتتجمد بيحصل لها تجمد. يعني الحالة الصحية للإنسان إنه يبقى في المستوى الثالث اللي هو بتاع التفاعل الاجتماعي، وده بيبقى فيه تفاصيل كتيرة قوي بتحصل في الجسم وفي النفس. وهدف معظم العلاجات حاليا إنها توصل الإنسان لهذا المستوى الثالث، بما فيها السايكودراما اللي احنا كنا اتكلمنا عنها، بما فيها كمان أنا حاليا يعني بتخصص في نوع معين من العلاج النفسي اللي هو علاج الجسد. فعلاجات الجسد كلها بتوصل الإنسان لده. هنا أنا كأني بشتغل على جذر المشكلة. طيب نعم، يعني نفس لا لا لا، هو نفس يعني تجنب، حتى تجنب كما ذكرت أمل، يعني ممكن نجنب الأهل أن أطفالهم يقعوا بهذا الموضوع. فكرة يعني استثارتني موضوع علاج الجسد صحيح. طب خلينا نقول أنه الأهل بإيديهم أن هم يعملوا ده. الأطفال محتاجين اللمس، محتاجين الحضن، محتاجين اللمسة الحنونة. وللأسف لما بيفقدوها، يعني ده يعني احنا مثلا دلوقتي جزء من العلاج انواع مخصوصة من المساجات. يعني احنا مش بس بالعلاج الجسدي في يعني في جزء منه مساج، وفي علاجات تانية، تدريبات للتنفس وشغل على الجسد كله. طيب هاي منيح، كيف بقولوا مثلا الدكتور النفسي او الاستشاري بيخوف والناس تخاف انه هاي علاجات نفسيه وجميله ومساجات والله يعني هلا احنا شجعنا حتى ينتقل من مرحله الزواحف الى مرحله التفاعل الانساني، لانه مش اولادكم في مرحله الزواحف بس هي لو انا بتكلم على الوقايه فعلا، هي انه فعل انه الاب والام يدوا اولادهم الحضن واللمسات الحنونه ويدوهم الحب والقبول. يعني بس بحقه حقيقي، واذا كان الاب والام مش عارفين يعملوا ده لاولادهم، لانه في فعلا ناس ما بتعرفش تحضن، يعني ممكن فعلا يكون هذا العلاج هذه مشكلة فعلا. صحيح. شكرا جزيلا لك دكتورة سحر طلعت على هذا النقاش الجميل والمفيد، ونتمنى الصحة والسلامة للجميع. شكرا لك دكتورة. مشاهدينا، برنامج صباح النور متواصل معكم وفيه بعض الفاصل. سر الغربان الستة في قلعة صاحبة الجلالة البريطانية في لندن. نتابع أيضا انطلاق مهرجان الربيع في سوق واقف في الدوحة.
من جديد. أهلا وسهلا. شوي كنا زواحف ولا غربان؟ لا لا هلا شوي رايحين للمرحلة التفاعل الاجتماعي. سرب من الغربان يحمي قلعة لندن من الانهيار. قد يبدو هذا الأمر غريبا بعد الشيء ولكنه حقيقة. يعني كما تحدثتي إلى التفاعل أمال. فعلا. ومن الغربان إذ يتواجد في قلعة لندن سرب مكون من 6 غربان هم في هذه القلعة منذ سنوات عديدة وبمرسوم ملكي وهو أيضا تقليد يعني قديم يتم تطبيقه في هذه القلعة. لماذا؟ نتابع مشان نعرف. اسمي كريس كيف وأنا الشخص المسؤول عن رعاية سرب الغربان المتواجد في القصر الملكي وقلعة لندن. نحتفظ في قلعة لندن بسرب للغربان وعددهم 6 تطبيقا لمرسوم ملكي تم إصداره في الماضي ولا نعرف حقيقة في أي زمن تحديدا، وذلك بالاعتماد على أسطورة قديمة جدا. تقول هذه الأسطورة إذا خلت قلعة لندن من سرب الغربان فإن القلعة ستنهار وضررا كبيرا سيصيب المملكة المتحدة. في الأسفل وفي هذه الأقفاص نحتفظ بستة غربان، ولدينا غراب آخر يتمتع بخصوصية عن باقي الغربان ويعيش في قصر جلالة الملكة. يعيش في ذلك القصر الشخص المسؤول عن حماية قلعة لندن وهو أعلى رتبة في القلعة، وتعيش معه أنثى الغراب ملينا ويبلغ عمرها 13 عاما، وهي لا تحب الاختلاط مع الغربان الآخرين، لذلك فهي تعيش في هذا المكان الخاص وهي تقف هنالك حاليا. أباشر مهامي اليومية في الصباح الباكر، ففي الصيف مثلا يبدأ عملي في الساعة 5 فجرا. أتفقد المكان وأتأكد من أنه آمن قبل أن أطلق الغربان. أقدم لهم الطعام وأنظف الأقفاص وأحييهم بتحية الصباح وأتأكد من أنهم بخير وبصحة جيدة، وبعد أن يتناولوا طعامهم أفتح لهم الأبواب وأطلقهم للعب والطيران لباقي اليوم، وفي المساء يعودون للأقفاص ليقضوا الليل وهكذا. يأتي إلى القلعة يوميا الكثير من الزوار والسياح ويجذبهم هذا السرب من الطيور. تكون هذه الغربان مشاغبة في بعض الأحيان، لذلك أنصح الزوار بعدم الاقتراب منهم. هذا السرب من الغربان خاص بقلعة لندن فقط، ولا نعرف متى صدر الأمر الملكي وفي أي زمن، لكنه خاص بقلعة لندن ولا يتواجد سرب آخر في أي من القلاع أو القصور في المملكة المتحدة. للحديث أكثر عن الموضوع ومعالم تاريخية في لندن ينضم إلينا محمد أمين في الاستوديو، وهو ناشط متخصص في هذه المجالات إضافة إلى كونه محلل سياسي. ما شاء الله عليك محمد، يعني بسبع الثارات مثل ما يقولوا. أهلا وسهلا بك معنا. صباح كل سنة وانت بخير. كنتم بخير. احنا في ثقافتنا وانت جزائري وتعرف يعني الغراب نذير شؤم، يعني صح. لما يشوفوا غراب أو شيء يقول لك يعني ممكن أو حتى يمر أو يمر لأنهاري راح والله، حتى القطة السوداء يعني تصبح عليها، حتى القطة السوداء ما يصبح منها. صحيح. لكن الأمر مختلف تماما هنا، وكما شاهدنا في القصر الغربان تحمي هذا القصر. حدثنا أكثر عن هذه مرسوم ملكي. مرسوم ملكي. مرسوم ملكي. أعتقد أن أول شيء ممكن نتكلم عليه أنه كل الطيور هون تقريبا هي مملوكة من طرف الملكة، يعني الملكة تملك يعني القصور وتملك الأراضي وأيضا تملك كل الطيور. يعني حذاري في أي منتجع هون تمس طاير، يعني هو ملك الملكة. هذا أول شيء. ثاني شيء، الغربين في خرافات كثيرة يعني في المجتمع البريطاني. أهم خرافة تقول أن مغادرة آخر غربان آخر طير من تاور أوف لندن من هذه القلعة يعني سقوط العائلة الحاكمة وسقوط المملكة البريطانية. يعني هذه خرافات يؤمنون بها نوعا ما، أساطير أو خرافات يؤمنون بها، يعني المعتقدات تختلف يعني من مجتمع لمجتمع ومن طبيعة لطبيعة أخرى.
لكن في حماية صحيح. نشوف من العائلة الحاكمة مراسيم تحمي كل الطيور وخاصة الغرباء يعني ما. طيب هل هناك لغز بموضوع ستة غربان أم؟ لأنه يعني كما شاهدنا في التقرير ستة بمرسوم ملكي موجود، ليش مش سبعة؟ ليش مش ثمانية؟ نعم يعني والله يعني هذه كمان متعلقة بالأسطورة أو صحيح صحيح. وشوف القلعة، القلعة يعني كانت عندها عدة مهام يعني مع مرور تاريخ، من كونها كان هي المقر الرئيسي للعائلة الحاكمة بعدين، وبدأت يعني هي من غزو يعني نورماندي لبريطانيا، وبعدين تحولت حتى إلى سجن ومكان للإعدام، وكانت ايضا مستودع يعني للحمايه اثناء الحصار يعني في بريطانيا، سواء مستودع كان للخضر او حتى للحيوانات. عده تاويلات. القصه الحقيقيه نقدر نقول انها غامضه، لكن الحقيقه اليوم اللي رانا نشوفه باللي العائله الحاكمه البريطانيه تحمي الطيور، خاصه الطيور يعني التي تاتي تحت خرافات، وخاصة أن الخرافة تهدد يعني الأسرة طبعا، الأسرة والمملكة والعرش البريطاني. ما هي أغرب المعلومات التي صادفتها في بحثك ونشاطك عن موضوع القصور البريطانية أو المعالم السياحية في بريطانيا؟ والله كثير كثير كثير. يعني نعطيك مثل يعني أنه باكنغهام بالاس يعني 775 غرفة، يقولوا بلي 775 غرفة. غرفة نعم يعني فيه 230 ملحاظ يعني نحاول نصنفه دورات. هي المشكلة مو هون، عفوا هو المشكلة 775 بدرومز. إيجاره كم؟ إيجار الغرفة. لا والله فيها 32 يعني دورة مياه، خلينا بس على الغرف يعني، خلينا بس بدورة مياه ممكن نعمل يعني هذا ما في مشكلة واحد ينزل. لا صحيح صحيح. أشياء غريبة كثير يعني، وحكم تقاليد والدقة التي تبحث عنها العائلة الحاكمة والثقافة يعني البريطانية. حتى اليوم نشوف البريطانية يهتم بأدق التفاصيل. الشيء الغريب مثلا نشوف أنه صيف 2016 وين في الحرس الملكي تم أول مرة تغيير الحرس عن طريق امرأة، والامرأة كندية. يعني الناس ما تعرفش أنه الكندي ممكن يكون حارس على الملكة البريطانية، يعني ولا دايرين في بالهم يعني علمهم أنه بس البريطاني هو فقط يحمي الملكة. يعني حتى الكومنويث الكندي أو امرأة كندية كان في عمرها 24 سنة في الصيف الماضي قامت بتغيير الحرس أثناء حماية الملكة في ولماذا هذا على أي أساس؟ في اتفاقيات تحكم هذا الموضوع أكيد أكيد. أو هو أيضا له أساس تاريخي ومتعلق بأساطير معينة؟ أساس تاريخي صحيح، بس يبين أيضا قوة وامتداد المملكة البريطانية حتى في القرن اللي نعيشه الآن. صحيح. وجود امرأة كندية تحمي الملكة وتقوم بتغيير الحرس يدل على أن بريطانيا ما زال لها مملكة وفي يعني في كندا يعني في الطرف أقصى غرب العالم يعني أكيد أكيد فيها. طب غير الموضوع الطريف يعني، ممكن حتى لو تحدثت على بعض القصور الأخرى، هل هناك أيضا أساطير أو هناك خرافات على موضوع القصور يعني مثل ما تابعنا هون الغربان أو يعني أكيد أو أكيد. حتى طيور أخرى والله يقول لك أنه أظن الأرواح تسكن بعض القصور، يعني مثل تاور أوف لندن يقول لك في على الأقل أربع أرواح الذي اختفوا فيها الأمراء التي اختفت فيه تسكن هناك. يعني قلت لك يعني تختلف. أنا أسمي بالله. لا واليوم حلقتنا يعني تحدثنا عن الزواحف واليوم عن الغربان والأرواح. عن الأرواح. أنا آخر مرة تيجي معنا. عام جديد. لكن هناك أيضا هذه نقطة أيضا مثيرة للانتباه، تتعلق بالقصور التي لازالت مسكونة لحد الآن، مسكونة بالبشر. مثلا القصر اللي في غرب لندن، نسيت المنطقة بعيد على لندن، ذكريني يا زميلتي المخرجة أو المنتجة. وينزر. فيقول هو من آخر القصور المسكونة واللي ممكن يعيش فيه أيضا الأمير هنري وخطيبته حسب الإشاعات لحد الآن. يعني كيف يمكن أن تكون هذه القصور العتيقة جدا مجهزة للسكن وتبقى صالحة لسكن الأسر الملكية؟ هي يمكن من أكثر القصور يعني سياحيا حتى مدينة وينزر. لو نتكلم مثلا عن تاور أوف لندن، نرجع بها ونتكلم عدد السياح تقريبا خلينا نقول في 2017 سيقارب 3 ملايين سائح، وما يعادل 8 إلى 10% من عدد السواح أكيد. ونلقى في اللي في أيضا طابع اقتصادي على القصور، يعني في استفادة. يعني اليوم العائلة المالكة بثروتها هي أيضا تستغل هذه المواقع التاريخية وتستغل أيضا التاريخ الثقافي والعسكري لبريطانيا من أجل جلب المال.
يعني في أيضا طابع اقتصادي وتجاري خلف هذه الأمور أكيد. لكن هذا طبعا عائد للدولة البريطانية مش للأسرة الملكة ولا للأسرة. أكيد بس نقول إنه الدولة البريطانية يعني ممكن ما تكون ميزانية. هم عائد أعتقد يعني للعائلة الحاكمة أعتقد. لا 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 هو راح تكون صحيح. للدولة لتكون للدولة. بس خلينا ما تكون فرق بين الدولة والعائلة الحاكمة يعني كله زيادة البريطانية يعني. نحن في دول مؤسسات هنا يعني صحيح يختلف الأمر. لكن أعود بك إلى نقطة القصور المسكونة يعني نحن لم يتسنن لنا العمر ولا الفرصة أن نعيش حياتهم لكن هل يمكن أن نتخيل مثل ما نراها في الأفلام والمسلسلات مثل The Game of Thrones وهذه الأمور يعني ما زالوا محافظين على العادات والتقاليد أكيد أكيد في شرب الشاي في استقبال الضيوف والحديث مع العامة أكيد أكيد هذه عائلة ما حاكمة وفيها بروتوكولات حتى نعطيك مثل جد 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 صغير أنهم ممنوع أنهم يشربوا مية الهنفية يعني التوب ووتر مية الهنفية ممنوع على العائلة الحاكمة أكيد في بروتوكولات وفي حياة يعني ستريكت بدهم يكونوا يتابعوها أكيد شاهدنا الكثير من الموضوع حتى البروتوكولات عندما كانت الملكة أتذكر كانت على الشرفة وكان عندها الحفيد عندما يعني تماماً وكيف أن الزوج يمشي وراء نعم يعني موضوع البروتوكولات كثير أعود إلى موضوع اللي ذكرته أمل هل يعني موضوع السكن هل ما زالت الكثير من القصور يشغلها العائلة الحاكمة يسكنون فيها أم هي فقط للسياح أم يعني ممكن تكون استجمام أم فقط زيارات هل هناك الكثير منها والله كأي شخص يعني كأي عائلة أكيد يكون مقر رسمي اللي هو باكنغهام بالاس وفي مقرات يعني تكون للسياحة فقط وكان مقرات أيضا تكون للاستجمام فقط لا صحيح نقدر نقول بلي هي ثورة كثير كبيرة والأماكن المشهورة يعني بنسبة كبيرة هي قليلة جدا وخاصة هي تكون في وسط لندن اللي هي العاصمة نقدر نقول اقتصادية وسياسية وما ننساش بلي أن العائلة الحاكمة عندها الدور قيادي وعنده أعمال خيرية تقوم به يعني مش برستيج فقط يعني يعني في أعمال تقوم فيها وفي وظائف وفي طاقم حكومي وفي كذا كذا يراقب في أدوار سياسية معينة أكيد في مسألة أكيد. السلم والحرب وغيرها وكل زيارة الجنود رسمية. الذين أو الحرس الذين نراهم خلفك بهذا الزي هل له قصة معينة محمد القبعة أكيد. هذه الطالعة والجمود المطلق الذي لا يتحرك فيه أي ساكن بمجرد قدوم السائح إليه هل هذا فيه قصة معينة أكيد القبعة أنا اللي بعرف عليها أنا مصنوعة من جلد الدب يعني احنا ممكن نتكلم على الفرو الدب من الثرو نعم وهنا ممكن نتكلم على حمايه الحيوانات يعني صحيح يعني اكيد اكيد يعني في معايير تؤخذ عليهم نعم صحيح انا اول مره اعرف صراحه هذه المعلومه نعم من يعني طبيعي واصلي 100% يعني ما فيش غش فيه يلا المنظمات الحقوقيه ستقوم عليه بس اكيد في تفاصيل في معايير يجب ان تكون كاي زي يعني جيش رسمي نظامي يكون يتقيد بمعايير عادية يعني. لكن الجميل أيضا في الموضوع كما تحدثت يا أمال عنه عملية أنا شاهدت مرة واحدة عملية التسليم وعملية طيب. كيف يقوم يعني عملية الدقة أيضا يعني منذ سنوات طويلة إلى الآن يمتازون بالدقة وكيفية هذا التقديم هل هذا أيضا يعكس محمد موضوع مدى قوة الحرس الملكي أو مدى قوة بريطانيا أو قوة أو عظمة بريطانيا تتجسد أيضا في موضوع التسليم والانسحاب والتكتيك وهذه أكيد. الأمور هو يعتبر عرض عسكري صغير اليوم لما أي دولة سين أو عين تحب تبين قدرتها العسكرية تعمل عرض عسكري كبير حتى احتفالا يعني بالأعياد الوطنية صحيح. يكون عرض عسكري بريطانيا تعمل عرض عسكري صغير يوميا أمام القصر أكيد هذه مثل على قوة وانضباط وصرامة والبروتوكولات اللي تحترمها العائلة الحاكمة من قدم زمن لأنه بريطانيا اليوم تتكلم على حضارة امتدت من ألف سنين يعني مو ممكن اليوم يغيروها يقول لك هذا شيء قديم لا يحترموه ما قدم ويطوروه فهم متمسكون هذا شيء يحترم فعلا أن تجمع في بلد الأصالة والمعاصرة شيء جميل جدا قلت من ألف السنين لكن للحفاظ على موروث تاريخي بهذا القدر وعلى يعني جودة المنتج السياحي سواء تعلق الأمر بالقصور والأماكن السياحية هذا يتطلب عمليات متابعة وترميم متواصلة كيف تقوم المملكة بهذا الأمر؟ أكيد في ناس مختصة اليوم لما نتكلم على أي معلم سياحي عنده ناس مختصة عنده مدير عنده متابعة وكما قلت أنت بريطانيا دولة مؤسسات يعني مؤسسة تعمل وفي مؤسسة أيضا خلف هذه المؤسسة تراقب العمل أكيد والناس هون تسمع يعني لأي مواطن بسيط للتعليقات من الناس للسياح للإيرادات اليوم عندي مكان الإيراد السياحي هو 1 مليون بعد يعني عامين وثلاث ينقص يعني هناك في مشكلة لا أكيد في متابعة دقيقة
لكل نقطة من نقاط يعني هالمعالم السياحية أو المعالم الأثرية. وما ننساش بلي تقريبا كل المعالم هي مصنفة كمعالم ثقافية تاريخية من منظمة اليونسكو. أكيد بدهم يحافظوا على الترتيب وعلى المكانة. طيب أبرز المعالم بما أن يعني ممكن نستفيد منك، الواحد ممكن يروح هلا يزور يزور أماكن سرية لا نعرفها، أهم الأماكن أو أجمل الأماكن اللي ممكن فعلا اللي يعني إن كان أي شخص جاي زيارة على لندن أو حتى عايش في لندن لكن يعني لا نهتم في كثير من الأحيان بالموضوع إن كان هذا قصر أو يعني السياحة الداخلية. صحيح. لا، أول شيء هي المتاحف في لندن، انتشارها جد بشكل جد جد رهيب. أعطينا المتاحف الرخيصة أو حتى أهم هو شيء هو المتاحف في بريطانيا هي مجانية، دخول مجاني. الدخول مجاني ليس، لكن ليس كل المتاحف، إنما يعني أقصد المتاحف متاحف تاريخية وهذه هذه المجانية. صحيح. والله من السهل إنه تتابع الأفلام، ممكن تقريبا كل الأفلام تروح على المتاحف، يعني تروح على ناشونال هيستوري ميوزيوم يعني عادي بتعرف الدخول مجاني. يعني ممكن الأفلام بطريقة غير مباشرة تعمل لك يعني دور ترويجي للسياحة في بريطانيا. يعني حتى أظن ساعة البيج بانج اليوم يرى نشوفوها مغلقة والترميم تاعها. الترميم مهم هذا. صحيح. إلى هي عملت في 2021 لأربع سنوات. نعم، هي عملت فقط في رأس السنة. في رأس السنة. ثم توقفت. نعم صحيح. جديد. يعني هي الدق يعني الآن إلا في المناسبات الكبيرة والضخمة فقط. وقلت لك راح يصير ترميمها لمدة أربع سنوات. في قلنا نتكلم عن المتاحف، تكلمنا معلش قبل ما نتجاوزوا ساعة البيج بان، لماذا أربع سنوات؟ لماذا هذا؟ والله ترميم هو ماذا؟ أول شيء راح يقوم ترميم البرج، راح يقوموا بإضافة مطبخ ومصعد في البرج، حمام أعتقد في البرج. صحيح. وراح يقوموا بتركيب كل للساعة من أربع جهات، تنظيفها وإعادة الترتيب. بس يحتفظوا بنفس الساعة يعني مش أكيد 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 ساعة هو جديدة. تركيب تنظيف صيانة وإعادة ترميم، يعني كل هذه الأمور وإضافة يعني أمور جديدة في البرج اللي سبقنا وذكرناها، يعني من حمام ومطبخ ومسعد وكذا. نشوف باللي وأعتقد أنه المبلغ اللي سيصرف عليها هو تقريبا 3 ملايين، يعني أنا مش متأكد من رقم كثير، بس عمل نوعا ما ضجة في المجتمع البريطاني. لماذا هذا المبلغ كبير يعني 3 ملايين؟ أكيد أكيد، يعني في وسط لندن يعني معلش 3 ملايين تدفع ضرائب كبيرة جدا. المواطنين يهتمون بهذا الموضوع، يعني أين تذهب أموالهم؟ لندن إذا عملوا غيروا لون الباصات رح يعمل فيه مشكلة وحيتكلموا عليها. صحيح. لا جديد. هذه الرقابة الشعبية اللي فعلا صحيح. هذا جيد، والبيئة خلينا تكون السلطة الخامسة والسلطة السادسة. يعني أكيد أكيد، يعني هم متبعين كل صغيرة وكبيرة، وقلت لك أي ميزانية تكون هي تكون علنية وتكون مراقبة ولا يكون عندها صدى في المجتمع البريطاني وحتى المواطن البسيط. صحيح. هلا أمل مهتمة بموضوعين، مهتمة بموضوع الساعة هذا واحد، ومهتمة إن شاء الله يا رب هيك تروح تعيش بحياة. لا 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 لا، مش هذا الدرجة. الحمد لله رضونا جدا بعيشتنا. لا خلي القصور لأصحابي. البيت الواسع، يعني ما خلينا نروح على القصر، خلينا في البيت الواسع. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. لا شكرا على وجهي، مشكورين. شكرا محمد، شرفتنا. شكرا لك. شكرا. شكرا. والآن مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الصحافة العالمية ونطلع على أبرز ما جاء في الصحف البلجيكي والفرنسية مع الزميل لبيب فهمي. ننتقل إلى لبيب فهمي. صباح الخير لبيب، ما هي أبرز العناوين التي تطلعنا عليها؟ أعتقد الموضوع الإيراني يطغى كثيرا على مختلف الصحف العالمية اليوم، كيف تناولته الصحف عندك يا لبيب؟ صباح الخير أمل، صباح الخير أحمد وسنة سعيدة. الصحيفة ليبراسيون الفرنسية اختارت عنوان هو نوع من لعب بالكلمات، ان كري بيرسون، اي صرخه فارسيه ولكن باللغه الفرنسيه صوتيا تعني صرخه حاده، صرخه حاده ما يقع في ايران بهذه المظاهرات. وقد خصصت الصحيفه افتتاحيتها للموضوع، تقول يجب ان لا ننسى بان ما يحدث حاليا في ايران ما هو الا نتيجه لست سنوات من الأزمة أو النزاع العميق الذي تشهده سوريا المجاورة لإيران، وأن قرار السلطات الإيرانية بالتدخل في الخارج وبالاهتمام أكثر فيما يقع بالخارج ربما دفعهم إلى نسيان أن يهتموا أيضا بمواطنيهم في الداخل، وهو ما دفع ربما إلى هذه الأحداث التي لم كما تقول الصحيفة لم يتم التأكد بعد مما
ممن أطلق هذه المظاهرات، وتقول بأننا نعيش فترة من القلق، خاصة وأن الرئيس دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يؤجج هذه الأحداث بعد أن صرح بتأييده لهذه المظاهرات. وتقول الصحيفة في الافتتاحية أنه يجب عدم نسيان أن حاليا الشرق الأوسط أو منطقة الخليج تعيش نوع من التغيير بين ما يقع في إيران هذه المرة من مظاهرات، وما يقع في السعودية على يد ولي العهد من تغيير، ومن ربما أن المنطقة هي على ربما مرحلة تغيير قادمة قد نشهدها بحسب الصحيفة بالطبع. لبيب صباح الخير وكل عام بخير. أيضا صحيفة الأسوار البلجيكية أيضا تحدثت عن الشأن الإيراني، يبدو أن الشأن الإيراني يعني يأخذ مساحة كبيرة من الصحف البلجيكية، تحدثت عن الانقسام الكبير بين السلطة والمواطنين. نعم، ربما أن الحدث الإيراني مكن الصحف اليوم من إيجاد موضوع، خاصة وأن الصحف نوعا ما خالية من مواضيع أخرى، فكلها انصبت سواء البلجيكية أو الفرنسية على موضوع إيران. صحيفة لسوار البلجيكية اختارت بأن تتطرق إلى الموضوع عبر حوار مع أحد المهتمين أو المختصين في الشأن الإيراني، وهذا المختص يقول ما معناه بأن هذه الأحداث أحداث 2017 ربما بحسبه قد تكون منشأها هم المحافظون في إيران الذين دفعوا إلى هذه المظاهرات لإحراج الرئيس حسن روحاني، ولكن ربما أن الأمور انفلتت من أيديهم وأصبحت المظاهرات مظاهرات شعبية، خاصة وأن هناك كل شيء في إيران قد يدفع المواطنين إلى التظاهر. فإيران بحسب هذا الباحث تعيش تطورا ديموغرافيا وتطورا في المستوى المعرفي للمواطنين، وهذا يؤدي إلى مطالب كثيرة اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبالتالي فهناك هو سحيقة بين الحكام في إيران والمواطنين الذين ينتظرون خاصة تغيير اقتصادي كما كان قد وعد الرئيس الإيراني حسن روحاني. هذه القضية أكيد لم تنسي الصحافة العالمية موضوع القدس الذي لازال متفاعلا بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بها عاصمة لإسرائيل. الأمم المتحدة ربما أدانت هذا القرار حسب التصويت، لكن كيف لازال يتفاعل في العالم الغربي، وهل لازالت هذه الغلطة حسب ما سميت موجودة على صفحات الجرائد وقابلة للتحليل؟ نعم أمل، صحيفة لومون ديبلوماتيك الفرنسية خصصت في صفحتها الأولى لعدد هذا الشهر شهر يناير مقالا طويلا حول ما تعنونه بالقدس الخطأ الرئيسي للرئيس الأمريكي. والمقال مكتوب بقلم صحفي فرنسي شارل أوندرلان هو أحد الصحفيين الذين تابعوا المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية منذ البداية، وهو واجه الكثير من الصعوبات داخل فرنسا مع اللوبي الإسرائيلي نظرا ربما لموضوعيته في التعامل مع هذا الموضوع. وفي هذا المقال يذكر بالمفاوضات التي تمت بين الفلسطينيين والإسرائيليين حول ملف القدس، وبحسبه فإن دائما بحسبه أقول بأن الفلسطينيين ربما لم يعرفوا كيف يفاوضون حول هذا الملف، وأنهم تركوا اليد دائما للجانب الإسرائيلي الذي كان يمتلك المعلومات والخبراء والقوة وكل شيء، وأن الفلسطينيين ربما أنهم قد قصروا في تعاملهم مع هذا الموضوع، واعتبروا بأنه يمكن حل كل شيء بعد نهاية المفاوضات، بينما اعتبرت إسرائيل بأن الأساس هو القوة والأمر الواقع، وأن اليوم يأتي الرئيس الأمريكي ليثبت هذا الأمر الواقع. لكن الصحفي يذكر بأن إرساء هذه السفارة في القدس السفارة الأمريكية في القدس سيكون مشكلة في حد ذاتها، لأنه يجب إيجاد الأرض وبناء مقر السفارة، وهذا قد يتطلب سنتين إلى ثلاثة على الأقل في حال إيجاد هذه الأرض. طيب إلى شأن آخر لبيب، يعني يبدو أن دائما هناك ثمن للديمقراطية
صحيفة لليبر بلجيك تحدثت أو اختارت الكونغو المستعمرة السابقة لها وإطلاق النار الذي حدث لمصلين خرجوا من الكنائس للتظاهر بشكل سلمي. نعم، صحيفة ليبر بلجيك ذات التوجه المسيحي هي اختارت التطرق إلى هذا الموضوع في عبر مقالات كثيرة حول ما يقع في الكونغو حاليا، وعبر افتتاحية هي الأخرى نوع من اللعب بالكلمات، وهي أن كابيلا صلب حرية التعبير، وتقول الصحيفة بأنه لم يجرؤ أحد من قبل أو القتل مصلين سوى في الهوتو في رواندا خلال المجازر البشعة التي شهدها البلد، وأيضا في السلفادور. وبالتالي فقد ارتكب اليوم كابيلا جريمة كبرى، جريمة في حق الديمقراطية، خاصة وأن المتظاهرين كانوا يريدون فقط التظاهر بشكل سلمي للدفاع عن الديمقراطية. وتقول الصحيفة في الافتتاحية بأنه كابيلا استفاد من تشرذم المعارضة للقول بأنه هناك شعار وحيد وهو كابيلا أو الفوضى، وأننا الآن في الكونغو نعيش كابيلا والفوضى، وأن هذا الشخص الذي يخشى من الديمقراطية ربما يتفادى الديمقراطية عبر الصلب الحرية التعبير وصلب الحرية، وهذا ليس في صالح هذا البلد الذي يسعى مواطنيه إلى التمتع بالحرية والديمقراطية. شكرا جزيلا لك لبيب على هذه الجولة المتنوعة، وعام سعيد نرجوه لك ولكل شبكة مراسلين في العالم. مشاهدينا فاصل قصير ونعود لاستكمال برنامج صباح النور. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، نتوجه مباشرة إلى غرفة الأخبار لمتابعة أبرز الأنباء حول العالم مع آمال عرام. أهلا وسهلا بكم من جديد. في آخر الأنباء، شهد وسط طهران تظاهرة جديدة، وذلك غدا مقتل 10 أشخاص في أسوأ أعمال عنف تشهدها إيران منذ بدء الاحتجاجات ضد الحكومة والظروف المعيشية الصعبة، حيث قتل 9 أشخاص بينهم 6 متظاهرين وأحد المارة وشرطي وعنصر من الحرس الثوري ليلة الاثنين في منطقة أصفهان بوسط إيران. ومساء الاثنين نقل موقع إلكتروني تابع للتلفزيون الرسمي مقتل شرطيين وإصابة 3 آخرين في مدينة نجف أباد وسط البلاد، لترتفع حصيلة الاضطرابات المستمرة منذ الخميس إلى 13 قتيلا بينهم 10 متظاهرين. واعتقلت السلطات حوالي 400 شخص منذ بداية الاحتجاجات. أيضا شددت إسرائيل قيودها على أي تصويت قد يجري في المستقبل بشأن القدس. يجيء التعديل الذي ظل مطروحا في الكنيست لفترة طويلة بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية. من جهته أشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى أن قرار حزب الليكود ضم مستوطنات الضفة ويرسخ الفصل العنصري ويقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني. وجهت إسرائيل للبطلة عهد التميمي اتهامات، منها الاعتداء على جندي إسرائيلي باللكم في وجهه قبل أسبوعين، اعتبرها الإسرائيليون مذلة ومهانة، وجعلتها الواقع رمزا أو جعلتها هذه الواقعة رمزا بالنسبة للفلسطينيين. وقال معلق في صحيفتها أرتس اليسارية الإسرائيلية إن إسرائيل بصدد تحويلها إلى جون دارك فلسطينية. وتشمل لائحة الاتهام الموجهة لعهد التميمي تهما بالاعتداء المهين على جندي قال الجيش الإسرائيلي إنه تعرض لكدمة في حاجبه جراء اللكمة، بالإضافة إلى عرقلة جندي عن أداء عمله وإلقاء الحجارة على القوات. عرضت كوريا الجنوبية على بيونغ يانغ إجراء مفاوضات على مستوى رفيع في 9 من كانون 2 يناير. جاء هذا بعدما مد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يده لسيول، ملمحا إلى إمكانية مشاركة بلاده في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي ينظمها الجنوب. وعقدت الكوريتان اللتين تفصل بينهما منطقة منزوعة السلاح يسودها التوتر
منذ انتهاء الحرب الكورية عام 1950 إلى 1953 آخر محادثات بينهما في 2015. ودعا مانشستر يونايتد حدا لسلسلة تعادلات في 3 مباريات متتالية ليفوز ب2-0 على مضيفه إيفرتون بفضل 2 رائعين من أنتوني مارسيال وجيسي لينغارد في الشوط الثاني ليتقدم على تشيلسي في معركة المركز الثاني. قال جوزيه مورينيو مدرب يونايتد في مؤتمر صحفي عقب المباراة، قال إنه يعتقد أنهم لعبوا بشكل جيد جدا وأنهم امتلكوا الكرة وتحركوا بها بثقة كبيرة وسجلوا 2 رائعين. كانت هذه جولة على أهم الأخبار الدولية. الآن نعود إلى أحمد وتكمل لبرنامج صباح النور. شكرا لك يا آمال. وعلى مضى 4 أشهر يستطيع مواطنو وزوار العاصمة القطرية الاستمتاع بأجواء احتفالية في سوق واقف. احتفالات تأتي ضمن مهرجان الربيع الذي ينظم لأول مرة على امتداد 4 أشهر كاملة. في قلب الدوحة النابض ومع بدء أشهر الطقس المعتدل انطلق مهرجان ربيع سوق واقف ليشكل فضاء يقدم الترفيه إلى جانب المطاعم والمقاهي والفنادق. ساحات الألعاب الخارجية استقطبت مئات العائلات القطرية والمقيمة ممن يرغبون بقضاء وقت بين أروقة السوق التراثي والألعاب الكهربائية المخصصة للأطفال. هذا العام تمت إضافة مساحات جديدة لتلبي توقعات بإقبال كثيف من السياحة الداخلية. والله هو يعني مثل ما تقول متنفس يعني للأطفال بالذات، خصوصا بالأجواء الجميلة، فهم يعني أكثرية هم الأطفال اللي يستانسون فيه، فشيء جميل الحمد لله. طقس حلو، الناس كل تقدر تطلع، الاولاد بيشموا هواء نظيف. بالنسبه للفعاليات بصراحه حلوه، وبالطبع يعني الدوحه معروفه بربيع سوق واقف، يعني كل من سنه لسنه بيزيد وبيتطور بصراحه. على اطراف السوق انتشرت عربات الباعه، هنا تجد ملذة من الطعام والشراب وما يلبي تنوع الاذواق واختلاف رغبات الزوار. فسوق واقف هو وجهة سياحية أولى للقادمين من خارج قطر لرؤية وجه الدوحة بين الماضي والحاضر. نحن من أستراليا، أحببنا السوق وأمضينا وقتا ممتعا خلال 3 أو 4 مرات في الأسبوع. أحببنا الأجواء والناس هنا ودودون ومرحبون، ولذا انضممنا إلى الفعاليات. على مدى أيام المهرجان ستقدم باقة متنوعة من الفعاليات تضم ألعاب السيرك وعروضا لفرق أكروباتية جوالة من أوروبا وأمريكا وإفريقيا، بالإضافة إلى حفلات غنائية شعبية. على امتداد 4 أشهر يعد مهرجان ربيع سوق واقف زواره بمزيد من العروض الترفيهية القادمة من أنحاء العالم، في خطوة تهدف لتنشيط السياحة ونشر أجواء البهجة في أنحاء السوق التراثي. سلمان النجار، التلفزيون العربي، الدوحة. يعني وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكركم، إلى اللقاء. إلى اللقاء، نهاركم طيب.